تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبق على الوضع الجديد فبيحصل الساجنج أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع ان احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجه لكن مهمله في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبه في الكتاب. تنفيذها ده مسؤوليه الطبيب. الاستاذ الدكتور عمرو النجاري، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب. عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة يوم مهم جدا ومثير لأنه متخصص خالص كله عن الخيوط، مش هنتكلم غير في الخيوط. طيب الخيوط ليها سادتها، ليها الماسترز بتوعها، بيسموها ماسترز اوف ثريد، سادة الخيوط. يقدروا يعملوا ايه؟ الخيوط سحر رائع جدا. هل الخيوط فعلا تقدر تعمل عمليات او تقوم كانها عملت انت عمليه؟ طبعا في حدود الخيوط والانف، الخيوط دخلت مجال الانف كمان، الخيوط والذقن، الخيوط بقت تحدد الذقن ده بتاعت الراجل والست، الخيوط ونضارة البشرة، الخيوط وشد الوش، الخيوط والدراعات، الخيوط غزت واشتغلت على مناطق كثيرة جدا وفي حاجات جديدة جدا فيما يتعلق بالخيوط هنتكلم فيها النهاردة. فالنهاردة احنا مش هنحط خيوط من ضمن كلامنا عن مثلا ان احنا بنتعامل مع الوش فنحط شد الوش وممكن يتشد بالخيوط او السادي وممكن يدخل، لا لا لا، الحلقة كلها بس عن الخيوط النهاردة عشان نفهم الخيوط ونفهم ما لها وما عليها. طبعا واحد من سادة هذه الخيوط في الوطن العربي في العالم، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة وسوبر ستار جراحات التجميل الأستاذ الدكتور عمرو النجاري. أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور. هو بيسموه الماسترز أوف ثريد صح كده؟ الحمد لله. أنت المدرب المعتمد الوحيد لنوعية معينة من الخيوط في منطقة الشرق الأوسط. يس، هو شركة أبتوس. أبتوس بالظبط. بالنسبة للخيوط طبعا أنت عارف أنا يعني بعتبر الخيوط دي الحمد لله يعني حب ابني. لا ده هو ولله الحمد انا كنت من اوائل الناس اللي اشتغلت الخيوط دي مش في مصر بس بل في العالم. كان ليا علاقه بالاسره نفسها، الفنتور بتوع او المخترع الدكتور مارلين، وكنت بشتغل الخيوط من 2004 تقريبا. هي الجيل الاول من الخيوط ابتدى يظهر سنه 96 وابتدى ينزل في المنطقه عندنا من بدايه الالفينات. ابتدت الخيوط تاخد منحنى عالي جدا من حوالي 4-5 سنين وده الجيل الثاني. الخيوط طبعا بتكلم على نوعيات كتير جدا، يعني الناس مش فاهمه يعني ايه خيوط. الى الان احنا بقالنا في مصر حوالي 4-5 سنين بنقول خيوط خيوط خيوط، وانا الى الان بقول ما فيش حد فاهم الخيوط بطريقه صحيحه اذا كان على مستوى المرضى او على مستوى الاطباء. ما فيش حد بيستخدمها بطريقه علميه. بص يا فندم، هي الخيوط هي الفكره كلها ان انا ازاي ان انا اعمل سلينج او اعلق منطقه معينه حصل لها سقوط او ساجن في الوش او في الدقن او في الرقبه او في الجسم بطريقه هندسيه. يعني ايه هندسيه؟ ربنا خالق في جسمنا او في وشنا مناطق معينه اسمها ريتينينج ليجمنتس. يعني لما تيجي حد مثلا وشه يحصل له سقوط، ايه المنطقه اللي فيها الليجمنتس اللي انا او الريتيننج ليجمنتس دي عباره عن اربطه معينه موجوده في السوفت تيشو، مش في العظم او في الحاجات، في السوفت تيشو. الاربطه دي كل ما يحصل ساجن كل ما تتمط زي الاستك، فتبتدي انت الجلد يبتدي ينهار او يبتدي يقع. طب احنا عشان نرفع الكلام ده احنا لازم نقوي الريتيننج ليجمنتس دي. نقويها ازاي؟
ان احنا نبتدي نعمل الخيط بانكر معين بطريقه تعليق معينه عشان ارفع بيها الحته دي بطريقه ثابته وقويه. المعظم المتعارف عليه في الخيوط مش في مصر بس يمكن في الوطن العربي او في الميدل ايست الخيوط البدائيه شويه اللي هي الفري فلوتنج تكنيكس. ايه الفري فلوتنج تكنيكس؟ يعني ايه فري فلوتنج؟ يعني الخيوط فلوتنج يعني انا مش بعلقه. انا بركب خيط معين بيطفو بياخد حته من الجلد ويبتدي يعمل لها تعليق بسيط ما بيكونش قوي وفي نفس الوقت بيبقى عضلات الوش طول ما هي شغاله باكل وبتكلم وبضحك وبعمل اكسبريشنز بتضعف الشده دي لانها مش قويه او مش فيكس. الخيوط اهم حاجه فيها ان انا اعرف الماتيريال اللي انا بستخدمها. ليه الماتيريال؟ لما انا اجي اعمل سلينج او اعلق حاجه الماده اللي انا بصنع منها الخيط دي الماده دي ليها عمر افتراضي في الوش البني ادم وكده بتدوب. العمر ده اذا كان شهر 2 3 4 سنه كل ما هي الخيط قاعد في الوش كل ما بيكون حواليه حاجه اسمها غشاء تليفي او فايبر شيس. الفايبر شيس ده هو اللي بيدعم او بيقوي الفيكسيشن اللي انا عامله. طول ما الخيط ده عايش طول ما الشيس ده بيبقى قوي. الخيوط السهله اللي احنا اتفقنا عليها دي الخيوط دي مصنوعه من ماده الماده دي بتدوب في خلال شهر شهر ونص فالافكت بتاعها ماكسيمم بيقعد شهرين ثلاث شهور لان هو بيكون حواليها غشاء ضعيف جدا وانس ان الخيط ده الغشاء ده بينهار بسرعه ويبتدي الشوش يرجع ليه الحاله اللي كان عليها في خلال شهرين ثلاثه. معظم الناس بتستسهل من الاطباء بيستسهلوا هذه الطريقه. خيط سعره رخيص تكلفته مش كبيره افكت بتاعه قصير فابتدت الناس تنهار وتقول الخيط وحش ودي اكتر حاجه بقى معضله في الموضوع ان انت بتبقى العالم كله ازاي بيخش في في التكنولوجي دي بعنف واحنا بنصوره للناس اللي انه حاجه وحشه او نبيعه بطريقه او نحطه في نعمل الانسرشن بتاع الخيوط بطريقه مش مظبوطه فبتبتدي تدي فيدباك وحشه. اللي انا عايز اقول لك انا مش جاي اكلمك النهارده ان انا ازاي برفع الوش بالخيوط لا انا جاي اقول لك ان الخيوط دي دلوقتي ابتدينا نستخدمها استخدام جراحي. يعني في عمليات جراحيه بقينا بنعملها بالخيوط بس نوعيات معينه مش في كل الشركات في شركه معينه هي اللي بتعملها وطبعا الشركه دي عشان ما نفضلش نقول اسمها شركه ابتوس دي الشركه اللي انا بشتغل معاها. ابتدينا نعمل تجميل الانف بالخيوط حتى لو كان فيها مور ذان وان ديفكت. يعني ايه؟ يعني في ناس بيبقى عندها المناخير طويله عايز ترفعها، في ناس بيبقى عندها الفتحات كبيره عايز تضيقها، في ناس بيبقى عندها نوع من التقويص او الهامب اللي موجود في الدورسم بتاع الانف. كل الحاجات دي دلوقتي بنعملها بنج مضايق في العياده ما بتاخدش اكتر من تلت ساعه. وبعدين الخيط ده نفسه دي حاله احنا عاملينها بالخيط فقط. رفعنا مقدمة الأنف وابتدى الأنف يصغر في حجمه وابتدينا نظبط الدورسم بتاعته بالخيط ده في أقل من ربع ساعة في العيادة. والخيط ده نفسه دائم. يعني إيه؟ المادة البرولي مادة البرولين دي هي الخيط اللي احنا بنعمل بيه العملية أصلا الأوبن سيرجري. فابتدينا نعمل إبر معينة بطريقة معينة بتخلينا ندخل ونخرج ونعمل العقدة بتاعتنا ونعمل الأنكر بتاعنا بدون ما نفتح أو بدون ما بنعمل ديسكشن للجلد. دي حاجه. الحاجه الثانيه في ناس بتبقى عندها عايزه تطول دقنها عشان نطول الدقن احنا بس الأول. طبعا قبل ما نروح للدقن جراحه تجميل الانف موجوده وقائمه يعني الحالات اللي محتاجينها. بص يا فندم دايما الاوبشنز اللي بتبقى عند الدكتور اوبشنز بيبتدي حاجه من الاثنين يا يوظفها لمصلحه المريض يا يوظفها بطريقه بسيطه لما هو ما ينفعش يعمل عمليه. في ناس ما ينفعش تعمل عمليه. في ناس دخلت عملت تجميل الانف مره واثنين وثلاثه وفشلت او كانت غير مرضيه. فهنا تيجي دور الحاجه الليس انفيزيف او اقل الاضرار او اقل المخاطر بنعملها. العيانين دايما اللي هم بيبقوا ريدو سيرجري اللي هم عملوا عمليات وما نجحتش الانسجه جوه بتبقى عباره عن جبس يا دكتور ايمن، التليفات بتبقى كتير جدا، الاناتومي بيبقى ديستوربت جدا، التيشوز التشريح باظ بالظبط زائد ان انت التولز انت عارف انت لما تيجي تعمل تجميل انف
انت بتستغل الغضاريف والاجزاء اللي بتشيلها من الحاجز الانفي والعظم والغضاريف ان انت تعمل لها اعاده توزيع تاني عشان تعمل شكل. انت هنا ما عندكش كل التولز دي، ما عندكش الاسلحه اللي انت بتستخدمها، الاناتومي بايظ، التشريح بايظ. فهنا بنحاول على قد ما نقدر ما ندخلش العيان في اكسبيرينس تاني مؤلمه فيها جراحه وتخدير وبنج والم، وبنعمل له الوظيفه او الشكل، سوري، الشكل اللي هو المناسب المرضي باقل الاضرار واقل التكليف زي ما اتفقنا. نيجي للدقن. انا كنت في ناس كتير قوي نطينا من الانف للدقن على في ناس كتير قوي بتبقى عايزه تعمل تطويل شكل للذقن وهي موضه دلوقتي. احنا هنا بنعملها بطريقه بسيطه جدا. زمان عشان كنا عشان نعمل العمليه دي كنا بنعملها بعمليه جراحيه، ان احنا نحط حاجه اسمها امبلانت او حاجه زي دعامه. الدعامه دي عشان نحطها بتبقى عمليه فيها جراحه، فيها فتح مثلا من الخارج او من الداخل، من داخل الفم. يعني دي بالتالي دي عملنا لها كذا حاجه على فكره، بس دي عملنا لها كذا حاجه. دي شلنا عملنا الشفط للدوكت دبلت جن الدولو، وفي نفس الوقت هي خست برده شويه. لا خالص، هي ما خستش خالص والله. لا بس حاسس ان الرقبه برده شويه خست. لا احنا بس عملنا ديفينيشن لشكل الدقن والفك، وعملنا شفط للدهون. كل ده في العياده بنج موضعي فقط. والاستشفاء دي يعني دي اول ما خلصت، يعني الصوره دي اول ما خلصت. فاللي انا بقوله لسيادتك في طرق معينه عشان نطول الدقن كان جراحه، دلوقتي ابتدينا نعملها بحاجه نوع معين من الخيط، ليه ابره معينه بشكل معين، بنعمل كوندنسيشن او نعمل تجميع للدهون بتاعه الدقن بطريقه معينه عشان تدينا الكون او الدقن المدب. فالحاجات اللي استخدمنا للخيوط دلوقتي ما بقاش بينحصر في تجميل الوش او شد الجلد او نضاره الجلد، لا ده احنا بنعمل عمليات جراحيه وفي حاجات اكتر من كده كمان، يمكن الكلام لما هنبتدي نستعرض المواضيع مع بعض. في الدقن عايزين نقول الثلاثي الجميل، الفيلر والبوتوكس والخيوط، تمام، هل الثلاثه ممكن يشتغلوا مع بعض في الدقن؟ طبعا. لا ده لازم. بص، هي الفكره كلها ان احنا بنبتدي نمسك الوش بنقسمه زي ما اتفقنا ثلاث تلات على حسب المعاناه او على حسب درجه السقوط او التوزز اللي موجود في كل تلت من دول، بنبتدي احنا نتعامل مع التولز اللي معانا. مفيش اي مانع خالص ان احنا نشتغل الثلاث حاجات في نفس الوقت في نفس التوقيت في نفس السيشن، مفيش اي مانع خالص. بالعكس، ده هنا احنا بندي اوبورتيونيتي ان احنا نعمل حاجات تصلح اجزاء بطريقه ابسط شويه من الخيوط. يعني مثلا منطقه الجبهه البوتوكس ده احسن حل ليها. زائد ان احنا لو حبينا حتى نرفع الايبراوز او الحواجب بالخيوط في ظل وجود العضلات القويه، لا ده احنا الاول بنحنا البوتوكس وبنستنى شويه، الشويه دي اللي هي من 10 ل 14 يوم، وبعد كده بنعمل الخيوط. اي منطقه في الوش بتحتاج ان احنا نتعامل مع خطوط تعبيريه لازم نستخدم البوتوكس فيها. حتى لو احنا هنتعامل بعد كده برفع الحواجب، حتى لو باي حاجه تانية، حتى لو مش خيوط، حتى لو بعمليه، احنا لازم برضو نقلل قوه العضل عشان هي ما تاثرش على الخيوط اللي احنا عاملينها او الغرز اللي احنا عاملينها. يعني هنا في الحواجب لازم نعمل كومبينيشن بين الخيوط، لازم الاول البوتوكس. وانس ان انا ابتديت احط الخيط زي ما انت شايف كده، لو العضله قويه هتبتدي هي تضعف الخيط. فلازم الاول نثبت العضله الفتره الاولانيه دي بالبوتوكس، وبعد كده نركب الخيوط بعد كده. طيب عايز اروح شويه للخيوط مع التعامل مع الوجنتين. تمام، ايه بقى الحكايه دي؟ طيب ازاي ارفع الوجنتين؟ ازاي؟ هي الفكره كلها الايجنج او الخسسان او الخسسان او تقدم السن او الخسسان او وات ايفر السبب ايه، احنا بيحصل عندنا سقوط في الوش، مش بس الجلد، سقوط في منطقه الدهون اللي هي في الوجنتين. عشان نبتدي نعيد، يعني انا لو رفعت الجلد بس مش هقدر ارفع الدهون دي الا ان انا اخد الدهون دي معايا. يعني ايه اخد الدهون دي معايا؟ في نوع معين من الخيوط بنبتدي نحطه بطريقه معينه بيبتدي يرفع الدهون دي مكانها تاني الطبيعي مع رفع الجلد. يعني انا مش بس هنا بتعامل مع ابراز الوجنتين بالظبط، اعمل ديفينيشن ان انا اعمل الكونتورنج بتاع الوجنتين.
ال 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 هنا انا ما بحطش اي ادنج فوليوم. يعني في ناس كتير قوي بتقول يا دكتور لا انا اخاف اننا نحقن حاجه نبتدي وشي الوجنتين عندي او الخدود تكبر تبقى مأثر على شكلي. لا احنا ما بنعملش حل، احنا بنجيب الدهون اصلا اللي حصل لها سقوط ونبتدي نرفعها في مكانها تاني واحنا بنعمل السلينج او تعليق الجلد. عايز اروح بقى للاذن الخفاشيه. حتى المنطقه دي عمليه بقى مش تجميليه بقى، دي عمليه ايمرجنسي، يعني مش ايمرجنسي اقول يعني طوارئ، بس عمليه واجبه لازمه. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الاذن لما بيجي تتكون بيبتدي الغضروف بتاعها ده يتشكل. تشكيل الغضروف ده لو حصل فيه اي نقص فبيبتدي يعمل بين الودن الخفاشيه او الودن البروميننت اير. طب زمان طبعا او الى الان طبعا الجراحات موجوده وبصوره هايله يعني، بس هي الفكره كان في قطع للجلد، كان في فتح جرح كبير ورا الودن، كان في ممكن نعمل استئصال لجزء من الغضروف. دلوقتي ببساطه جدا في خيط معين زي ما بقول لحضرتك كده بدون اي فتح، يا دوبك سنب واحد بمشرط ورا الود، بندخل الخيط وبنعمل الانحناءات بتاعه الغضروف ده بطريقه سهله جدا وبنج موضعي في العياده ما بتاخدش اكتر من 10 مينتس. وبرده دي عمليه انا ما بعملش حاجه مؤقته وبتروح وبترجع، لا دي عمليه ومعموله بخيط نفس الخيط بس معمول بطريقه جديده، معمول بابره معينه عشان تخلينا نقدر نتحرك بالخيط ونخرج ونطلع زي ما اتفقنا بدون ما نعمل قطع في الجلد. كل اللي بقوله لك ده دي حاجات في الخيوط لازم الناس تبقى عارفه. العالم لما بيوصل في مرحلة ان هو يبتدي يتعمق ويبتدي يفكر ويبتدي يخترع اكيد دي حاجة كويسة، ما ينفعش نيجي نقول لا انها حاجة وحشة، لازم الاول نعملها صح، نعملها عند طبيب متخصص يعملها بكواليتي من الخيوط على اعلى مستوى عشان توصل في النهاية ان هي تبقى مظبوطة. عايز اروح بقى للترهلات. الترهل يعني معناه شد وش. الخيوط تشتغل على الترهل، ما الترهل في مشكله ان انت دلوقتي جلد ترهل والمحتوى اللي تحتيه اللي هو العضلات والدهون حصل فيها كشكشه بالظبط، في فراغ في هواء. طب الخيوط هتشتغل على الهواء ده ازاي؟ لا زي ما اتفقنا ما انا افهم. لا بص يا دكتور ازاي هي الخيوط تشتغل على الحته الهواء؟ لا هي مش بتشتغل في الهواء. هي الفكره كلها ان احنا بنعمل اسسمنت زي ما اتفقنا ان احنا بنقسم المرضى لمراحل عمريه. عشان برضو في ناس عندها اعتقاد خاطئ ان انا لازم اكون عندي مش عارف كام سنه او عجوزه وبتاع، عشان لا بالعكس من سن 35 لحد سن تقريبا 50 او 55 سنه بيكون في تقدم في العمر موجود، ترهل بسيط مع الاحتفاظ بدرجه معينه من الكونتنس بتاعه الوش اللي هي الدهون والعضلات. هنا مش هوا زي ما انت بتقول، هنا بيكون في تعامل بالخيوط فقط بدون تدخل من اي فوليومتريك ماتيريالز او اي ماتيريالز او اي مواد مالئه. هنا الخيوط مش في الهواء، هنا الخيوط يا دوبك زي ما بنعلق بيها الدهون اللي حصلها سقوط بس لسه ستيل موجوده، بنحطها نرجعها مكانها تاني وبنعمل السلينج بتاعنا او التعليق او الفيكسيشن بتاعنا. طب في المراحل ما هو اكتر من كده من فوق ال 55 فعلا زي ما حضرتك بتقول بيكون حصل انهيار في جميع الانسجه المكونه للوش من الدهون والعضلات. حتى العظم على فكره بيحصل له ريزوربشن. هنا عشان اعمل الموضوع ده هنا لازم ادمج ما بين حقن الدهون او حقن الفيلر مع السلينج او تعليق الجلد. الدمج ده الطبيب المتخصص بيبتدي يشرحه للمريض. نوعية الخيط المستخدم في هذا السن مختلف عن الخيط المستخدم في السن الصغير. يعني دي برضو من الحاجات البسيطة جدا اللي ممكن تبقى تايهة عن الناس مش فاهماها. طيب هل بقى درجة التحسن بتبقى زي اللي عندها 35 و45؟ لا طبعا. ليه بقى؟ كل ما يكون جلد كتير كل ما يكون مش بس تعليقه صعب، لا حتى لما بنيجي نرفع جلد مع وجود ترهل عنيف بيبتدي يحصل رامبلنج او يحصل زي تموجات. التموجات دي بتاخد فترات طويله لما تكون كميات كبيره. يعني دايما انا بقول للناس التموجات دي بتروح او بتريكويل او بتتحسن من 48 ساعه لحد اسبوعين على حسب كميه الجلد وعلى حسب السن. طب هل بنساعد بعد كده؟ هنا بقى بتيجي دور
العوامل المساعده زي شويه اجهزه من الاجهزه اللي متعارف عنها زي الهايفو زي الالتيرا، الاجهزه اللي هي بتعيد بناء الجلد تاني. خلاص انا عملت اعاده الفوليوم اللي رايح عن طريق حقن الفيلر او الدهون، ابتديت اعلق الجلد عن طريق الخيوط المتخصصه في هذا السن، بعديها بشهر ونص شهرين على الاقل، ما ينفعش نعمل على طول الاجهزه دي لان الحراره دي ممكن تاثر على جوده وثبات الخيط في اول فتره، بعد شهر ونص شهرين بنبتدي نتعامل مع الجلد ده عن طريق حقن موضعية عن طريق أجهزة زي ما اتفقنا، هي دي اللي بتعمل بعد كده الريجوفينيشن بتاع الجلد، هي بترجع للجلد الثمك بتاعه وترجع للجلد حيويته تاني. أسئلة بقى كلاسيكية اللي هو أولا السن اللي يبدأ فيه التعامل مع الخيط. لا احنا اتفقنا ما فيهوش سن. احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعمله في الاطفال في اصلاح العيوب زي الاذر الخفاشيه، نعمله في الشباب اللي عندهم اللي محتاجين ديفينيشن للوش، محتاجين تحديد للفك، محتاجين تطويل للدقن، محتاجين الحاجات اللي هي بتبرز معالم او تبرز الديفينيشن او الكونتورنج بتاع الوش، ممكن نعمله في مراحل السنيه المتقدمه عشان الترهلات. يعني احنا بنقول الخيوط ده يا جماعه ده علاج، ما فيش حاجة اسمها العلاج ده ينفع في مين وما ينفعش في مين، لا احنا نوظفه بطريقة علمية وهندسية لإرضاء وعلاج جميع المراحل السنية وجميع الترهلات الموجودة اللي ممكن تبقى موجودة في الوجه أو في الجسم. طيب السؤال التاني التخدير، هل هناك تخدير في الخيوط؟ لا دي هنا بقى دي بالذات يا دكتور أيمن لازم منج موضعي. ده حتى ما ينفعش أدي معاها مهدئ. ليه بقى؟ لو انا ما عملتش المريض ده وهو صاحي تماما وابتديت ابص عليه بعد ما خلصت واشد الناحيه دي اكتر من الناحيه دي، اشد هنا اقل، ارفع هنا اكتر، ليه بقى؟ كل الناس عندها في الوش او في الجسم اسيمتري. الاسيمتري ده يعني مفيش نص زي النص بالظبط. فتعاملي مع الخيط، الانكر هنا هنحطه فين؟ الشده هنا هتبقى قوتها قد ايه؟ امتى اريح دي؟ امتى ازود دي؟ لازم العيان يكون صاحي تماما، ما ينفعش يبقى نايم، بالعكس ده انا لو العيان نايم انا مش هقدر اظبط الحاجات دي، مش هقدر اطلع ريزلتس كويسه. فهنا لازم بنج موضعي تماما بدون حتى اي مهدئ او سداش. منطقه الرقبه والوش، منطقه الرقبه بالذات ما كانتش من المناطق السهل التعامل معها. بص الرقبه بالذات ما ينفعش نتعامل معها غير جراحه. ما فيش ساعات بيبقى في ناس عندها شويه عضلات البلاتيزما او عضله الرقبه ساعات بتبقى قويه شويه نديها بوتوكس، لكن ما ينفعش تتحين فيلر، ما ينفعش تتعمل باي انجكتبلز غير الجراحه. لما جينا بقى ابتدينا نخش في الايرا بتاعت الخيوط او التعامل مع السبمنتال اريا، طبعا هنقسم الرقبه منطقتين، المنطقه العليا اللي هي السبمنتال اريا او اللغد هي دي اللي احنا بنتعامل معها بالخيوط، لو في دهون بنشفطها، لو ما فيش دهون كتير جاست ان احنا بنحط الخيوط. المنطقه السفلى هي دي اللي ما ينفعش نحط فيها خيوط، عشان لو احنا عملنا الخيوط في منطقه تحت الهايويد بون او تحت اللاركس او تحت الحنجره هيبتدي العيان يعاني من عدم القدره على البلع والاكل. فاحنا هنا بيبقى بيقابلنا مشكلتين، مشكله الجلد ده ممكن نستخدم له الاجهزه زي ما اتفقنا او ما هو ريجوفينيشن او اعاده نضاره الجلد. ساعات بيبقى فيه ترانسفيرس لاينز في الرقبه ودي كل الستات بتشتكي منها وملهاش حل. دلوقتي في خيوط رفيعه قوي اسمها خيوط النانو او خيوط الريجوفينيشن، بنبتدي نحط الخيوط دي بطريقه معينه في نفس الخط نفسه بس تحتيه، ما يبقاش جواه. هي الخيوط دي بتبتدي بعد اسبوعين ثلاثه تعمل نوع من الاكسبانشن او بتبتدي تنفش، فبتبتدي تفرد الجلد مش بتملاه. في فرق ان انا احط حاجه تبلى ودي مش مستحبه، لان الخيوط دي بتبقى الخط ده بيبقى رفيع جدا، لو انا حطيت فيه فيلر او حطيت فيه حاجه بيبقى بيعمل حاجه اسمها جرانيلومز او بيعمل كلكعه. فاحنا بنحط الخيط ده تحت الخط، بيبتدي الخيط ده يحصل له اكسبانشن، بعد اسبوعين ثلاثه بيبتدي يسترتش الجلد او يفرده. فالرقبه بالذات من المناطق اللي هي كان صعب التعامل معاها الا جراحيا. بعد وجود الخيوط بالعكس ده احنا دلوقتي بنعمل في السن الصغير بالذات اللي هي بيبتدي بيبقى عندها دبل شين صغير او سوري لغد صغير كده، تاخد ريزلتس مور ذان 80% مور ذان 90% كمان في بعض الحالات بدون جراحه في ثلث ساعه في العياده. يبقى اذا زي ما انا قلت لكم بقى المنطقه اللي جايه في الاعلام التثقيفي حول الخيوط، احنا نعرف الجديد، نعرف ايه طرق التعليق الجديده، ويبقى المريض عنده فكره كافيه نديله بقى
وجبه كده دسمه، فيبقى عنده الفكره الكافيه والثقافه اللي هو يجي فاهم اللي هيعمله ايه، يجي يقول انا عايز اعمل التحديد التاني ده بالخيط، الحته دي عندي راجع لورا فالخيط ممكن يطلعها لقدام، ده انا عندي الانف عامله كده فانا ممكن الخيط ينفع يعمل، هو نفسه يبقى عارف مش يجي واحنا نقول له الثقافه دي، يوصل لمرحله انه يطلب من المنيو اللي هو عارفه كويس او منيو الخيوط يعني. لكن العزيز الخيمه الاماميه المتميزه والاسم المتميز في عالم جراحه تجميل الاستاذ الدكتور عمرو النجاري، نورتنا دكتور عمرو. شكرا دكتور ابراهيم، خليكم دايما مع ناس حلوه. دلوقتي علاج الجذور بجهاز الروتري ده جهاز متطور جدا، بنقدر ناخد بيه قياسات للجدود ديت وممكن نخلص حشو العصب في جلسه واحده وبدون الم. التركيبات المتحركه في المطلق هي كارثه. تصميم الابتسامه ده علم، وعلم دقيق وعايز خطوات كبيره او عديده عشان اوصل للابتسامه الجايه. التشخيص الصحيح يعني خطه علاجيه مظبوطه. الدكتور كريم مدحت استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. تخوف أي إنسان في التعامل مع أسنانه بيكون التخوف من أكتر من نقطة. طبعا الألم ده تخوف مشهور قوي من زمان يعني، لكن التخوف الثاني هو الناتشوراليتي الطبيعي. واحد نقول له مثلا احنا عايزين السنه المكسوره دي نشيلها ونركب بدلها سنه، نزرع بدلها سنه، يقول لك لا مش هتبان طبيعي، بص اسناني هتبان ان انا زارع حاجه. فكر غلط صحيح، بس في ناس بتفكر كده. في واحد تيجي تقول له طب احنا دلوقتي لون سنانك مش حلو، شكلها مش حلو، ما تيجي نعمل لك قشره تجميليه، يقول لك بس هتبان مش طبيعيه، انا مش عارف مين صاحبي او قريبي عمل وكل ما ابص له كده انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه في وشه، وان في حاجه مش مظبوطه في بقه، وانه مش طبيعي، انا مش عايز كده. وخصوصا الاجيال اللي فوق سن ال 50 سنه، يعني ما بعد ال 50 45 50 بيقلق قوي من انه يبان عامل حاجه مش طبيعيه. بيقلق جدا. وبعض المهن يعني مثلا سياسيين اللي بيشتغلوا في السياسه، اللي بيشتغلوا في الطب، اساتذه الجامعات، الموظفين الكبار، الناس بتوع السلك الدبلوماسي، كل دول يقلقوا جدا لو بان انهم بيعملوا حاجه او عاملين حاجه تبدو مصطنعه. هذا القلق انا بحترمه. هذا القلق له ما يبرره. والفارق ضئيل بين التجميل، بين تجميل الاسنان او الجمال، وبين الاصطناع، بين الارتفيشال، بين الحاجه الفيك. كلمه رخمه قوي قوي وبقت في زماننا كتير قوي. حقيقه النهارده ضيفي العزيز هيكون ده اول حواري معه، الاسم المتميز واليد الماهره والحضور الجيء الرائع والمتميز للغايه، الاستاذ دكتور كريم مدحت. دكتور كريم منورني. اهلا وسهلا بحضرتك. والله منور ناس حلو. بنور حضرتك دايما. طيب انا بدات اتكلم على التخوف ده قبل ما ادخل في الحوار التقليدي بتاعنا. التخوف ده منطقي ولا بيزعجك؟ هو مزعج بس هو برضه مبرر. ما هو دلوقتي المريض او الحاله اللي جايه لنا عايزه تعمل سنانها، وفي نفس الوقت عايز يبان مثلا، تعالى نتكلم عن حاله سنه في وسط مجموعه اسنان مرصوصه ولتكن سنه اماميه، واجهه هو عايز يعملها وعايز يجملها، او فيها كسر بسيط عايز يجملها وعايز يوصل بيها للمنظر الطبيعي. يعني ايه منظر طبيعي؟ يعني ما اقدرش افرقها عن بقيه السنان. حقه يتخوف من كده؟ اه طبعا حقه يتخوف من كده، لكن طبعا عندنا دلوقتي التكنولوجيا وعندنا دلوقتي حاجات كتير سهلت علينا الموضوع ده وخلت، والماتيريالز كمان، الماتيريالز اللي بنستخدمها دلوقتي، زمان كنا بنستخدم ما عندناش العدسات، ما عندناش هو الطرابيش البورسلين اللي هي فيها المعدن وبس فقط لا غير، عمرنا ما هتدينا المنظر الطبيعي. بنقرب بالماتيريالز بتاعتنا وبالتقنيه بتاعتنا، التقنيات بتاعتنا، ان احنا نوصل الـ 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 السنه اللي هنعملها دي لاكثر منظر طبيعي ربنا خلقه طبعا. عظيم. تعالى نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الميزه دلوقتي في تجميل وعلاج الاسنان التعدد، اللي هو انت عندك زي ما يقولوا منيو، قائمه، واختار يا باشا، اختار اللي انت عايزه. الكلام ده تعدد الاختيار، يعني ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض طبعا. ما هو خلينا الاول نتفق ان لكل مقام مقال. يعني ايه؟
يعني على حسب الحاله اللي موجوده عندنا. دلوقتي عندي اسنان مرصوصه وما فيهاش كسور وما فيهاش مشاكل، بس لونها غامق شويه، عايزينه يبقى فاتح، شويه تبييض نوصل بيه للمرحله دي وخلاص كده جملنا الاسنان بتاعتنا. طيب اسنان عندنا فيها كسور او فيها مشاكل عموما، تسوسات، حاجات العصب بتاعها مكشوف، بنعالج الكلام ده كله، بعد كده نبدا نجملها. نجملها على حسب، محتاجين تركيبات ثابته، لو سن راكبه فوق بعضيها جامد قوي، او سن مثلا راجعه على الورق قوي، بنقدر ان احنا نحضرها بطريقه معينه نقدمها لقدام. سنه فيها كسر صغير خالص بنقدر نحط لها قشور تجميليه. سنان كويسه حالتها كويسه بس مش مرصوصه في مكانها، ممكن نعمل لها تقويم نظبطها في مكانها ونرصها من اول وجديد. لكل مقام مقال. السؤال الجاي ده مهم قوي برضه. زراعه الاسنان اصبحت تنتمي الى عالم جديد اسمه عالم التناسق. يراعى فيها الاشياء الاتيه، علم التناسق ده، اطوال الابعاد، تمام، اكيد، الالوان، اكيد طبعا. ده عشان نوصل في الاخر الى انه علم الزراعه يخليه السنه تطلع شبه الاسنان الطبيعيه. طبعا ابيض، ابيض جدا طبعا. بس اشرح لي يعني ايه علم التناسق. علم التناسق، علم التناسق ان انا دلوقتي عندي مشاكل او اماكن فاضيه في 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 في, في البق، تمام، عايز اوصل بالمكان ده ان انا اعوضه باسنان، اعوض الاسنان المفقوده دي باسنان طبيعيه تظهر للي قدامي بان هي، لا هي ربنا خلقها. ده يخلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا جدا جدا، جهاز السي تي او الاشعه المقطعيه، وازاي نقدر نربطه بجهاز مهم تاني طبعا اللي هو جهاز السيرك. بنربطهم ببعضهم لدرجه ان دلوقتي بيوصل لمرحله ان جهاز السيرك بيقول لي، والسي تي طبعا الاثنين مع بعض بيقول لي حط الزراعيه بتاعتك في المكان ده. في اكتر من مكان طبعا مع مراعاه وجود عظم في المكان ده او لا، تمام، بيقول لي حط زراعه بتاعتك في المكان ده عشان لما نيجي نركب عليها الاسنان بتاعتنا تديني اكتر منظر طبيعي. ده اسمه التناسق، ان احنا مالينا المكان الفاضي ده باسنان بس في مكانها الصحيحه بابعادها الصحيحه، اداني في الاخر شكل طبيعي جدا جدا جدا. زراعه الاسنان تمنع ضمور العظم في المكان المزروع. ده حقيقي جدا، ابيض جدا طبعا طبعا. دلوقتي عندنا مشكله رهيبه يا دكتور ايمن. ايه هي؟ احنا دلوقتي بنخلع السنه بتاعتنا، تمام، مع الوقت بيبدا العظم ده يكش وبالتالي اللثه بتاعتنا تكش. افضل حل للكلام ده كله عشان نتفادى، زي ما احنا شايفين الفيديو اهو قدامنا، خلعنا السنه بتاعتنا، تمام، تماما، شلناها من مكانها. هنلاقي بمرور الوقت العظم بتاعنا ده بعد ما الجرح بيقفل بيبدا يكش ويتغير الابعاد بتاعته. دي مشكله قدام، وزي ما شفنا زي ما احنا شايفين الجيوب الانفيه برضو بدات انها تنزل لتحت. طب بالنسبه لسنه فوق، تمام، لو احنا عايزين نتفادى المشكله دي قدام يفضل طبعا احسن حاجه، احسن حل ممكن عشان نتفادى المشكله دي ان احنا نخلع السنه نزرع مكانها على طول. الزراعه دي بتحفز من العظم يملى الجرح بتاعنا ده طبعا، وبنحافظ على مستوى العظم في المكان ده، وبالتالي بنحافظ على الاسنان اللي حواليها طبعا. لابد من اجراء اشعه مقطعيه قبل زراعه الاسنان عشان نطمن على التئام الفك مع الغرسه. اكيد طبعا، مليون في المية. الاشعة المقطعية او الدكتور اللي يقول لك احنا هزرع لك من غير اشعة مقطعية، ده كلام خاطئ مليون في المية. الاشعة المقطعية دي عبارة عن ايه زي ما احنا شايفين؟ الاشعة المقطعية دي بتجيب لي، هي عينية جوه الفك او جوه العظم بتاع الفك، تمام؟ بتجيب لي ابعاده، بتجيب لي طوله قد ايه؟ ارتفاع يعني العظم قد ايه؟ قربه او بعده من عصب او من جيب انفي، بتقول لي سماكه العظم هنا قد ايه، كثافته وجودته في ان انا احط فيه زرعه واضمن نجاحها ان شاء الله بنسبه كبيره طبعا. فلا طبعا من غير اشعه مقطعيه ما فيش زراعه. السؤال الجاي ده سؤالي المفضل، بس احب اسال على الليزر قوي. الليزر جزء دلوقتي من عمليه الزراعه والتركيبات، الكلام ده صح؟ ابيض ولا اسود؟ 100% ابيض 100% اه طبعا. الليزر في الزراعه والتركيبات؟ اه طبعا. ازاي بقى؟ احكي لي. الليزر هو خطوة قبل الزراعة وقبل التركيبات أو خطوة مكملة ليهم. يعني مثلا في حالة زي اللي احنا شايفينها في الفيديو دي قدامنا، تمام، كنا الأول حل زي دوت هو جراحة مشرط نفتح اللثة وبعدين بعد ما نحط الزرعة بتاعتنا نخيط. دلوقتي لا، الليزر بكل بساطة عمل لي فتحة صغيرة جدا مكان الزرعة اللي أنا هحطها زي ما احنا شايفينه اهو دلوقتي بدون ألم طبعا، هو بيقطعه بيكوي في نفس المكان، فمفيش نزيف، مفيش ألم، مفيش الكلام ده، مجرد بحط الزراعية بتاعتي وخلاص. ده بالنسبة لقصة الليزر مع الزراعة، هو خطوة مهمة جدا جدا، سهلت على المريض أو خففت عنه ألم ومعاناة، تمام، ده رقم واحد. بالنسبة للليزر في التركيبات، احنا ممكن ساعات يجي لنا حالات هو مشكلة عنده مش سنان بس، هي لثة وسنان، تمام، زي هنا مثلا عندنا مشاكل في اللثه جامده طبعا، بعد ما عالجنا التهابات اللثه والكلام ده احتاجنا نرسم اللثه بتاعتنا من اول وجديد.
رسمنا اللثة بتاعتنا الاول وجديد، وبعدين عملنا التركيبات بتاعتنا او القشور او ايا كان طريقه العلاج بتاعتنا. فلا طبعا هو خطوه مهمه قبل ده. حاله زي دي عندنا هنا جامي سمايل اللي هي الضحكه اللثويه، هو مشكله ان هو مش الفراغات او حجم الاسنان او الكلام ده كله، لا ده كمان داخل معاها اللثه، اللثه بتاعتنا جزء كبير منها بيبان في الضحكه. عالجناها ازاي؟ رسمنا اللثه من اول وجديد زي ما هو باين في الصوره اللي فوق، تمام، وبعدين عملنا العدسات بتاعتنا على الكلام ده كله، قفلنا بيها الفراغات وعدلنا بيها شكل السنان وحصلنا بيها على ابتسامه مثاليه طبيعيه. طبعا تعالى بقى للجزء الثاني اللي هو ايه بقى، الطيب والشرس، الطيب والشرس المتهم والجاني والقبيح، والقبيح المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال ده سؤال قاسي شوية، لازم نقف قدام كلمة قاسي كتير، يعني من ده لو بيحصل تبقى نصيبة سوداء. من يقول لمريضه المصاب بالمرض السكر انه ما ينفعش اعمل لك جراحة، ما ينفعش اعمل لك زراعة؟ ده جاني، انا شايفه جاني. هو جاني اكيد طبعا. طبعا جاني. واحنا عندنا في الطب حاجه اسمها العنصريه الطبيه. تمام. ايه العنصريه الطبيه؟ ان انا اتعامل مع مريض فيروس سي او اتعامل مع مريض السكر بشكل من التحفظ وبشكل من يعني الخوف، وبين لهم ده ويحسوا بكده، واتعامل واحاول ان انا زي ما بيقولوا يعني اطفشهم بالطريقه، بس بطريقه غلط. ده عنصرية يعاقب عليها القانون في الدول الأوروبية، يعني الدول الأوروبية في إنجلترا أقسم بالله ده بيعاقب معاقبة رهيبة قد تصل لمرحلة الشرطة. أخلاقيات مهنة يا دكتور. أخلاقيات دي أخلاقيات. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط طبعا. سواء المريض سكر أو مريض فيروس أو أيا كان، فلا طبعا لازم ياخد الرعاية الطبية اللي هو محتاجها وياخد الخدمة اللي هو محتاجها واللي هو جاي عشانها. طب ومهارتك أنت كدكتور تحمي نفسك. طبعا. أنت مهارتك في إيه؟ ما أنت مهارتك إن أنت تحمي نفسك. ده حقيقي فعلا. تحمي نفسك من الإنجكشن. وهو بقى يتظبط سكر كمان، لازم يتظبط السكر بس مش همنع عنه علم ولا همنع عنه علاج. تمام. بس مريض السكر لما بيجي لك بقى، لا طبعا ما اقدرش اقول ان هو، ما اقدرش انفي تماما ان هو لا مش هينفع يتعمل لك زراعه. بس خلينا نقول ان هي انت سكرك متظبط فانت هيتعمل لك زراعه وهتبقى ناجحه وممتازه، لكن واحد تاني سكره مش مظبوط، هو جسمه بينهار مش سنانه بس اللي بتنهار او زراعاته اللي مش هينفع نعملها. حاله زي دي هي بدات تفقد اسنانها بصوره مستمره بسبب التهابات لثه كتير، وبسبب ان هي طبعا مريضه سكر، فطبعا متكرر عندها موضوع التهابات اللثه ده وتاكل العظام والكلام ده كله. طبعا سكرها متظبط، عملنا لها التحاليل بتاعتها وتاكدنا على فترات وتاكدنا ان هي مظبطه سكرها. لا طبعا اقدر اعمل لها زراعات وهتبقى ناجحه معاها جدا جدا جدا، وزي ما حضرتك شايف اتحولت من الحاله دي لحاله ثانيه خالص. الدكتور اللي بيقول ان الزراعه عمرها الافتراضي مدى الحياه، ده بريء؟ انا شايفه بريء. بريء جدا. انا شايفه بريء. يعني هو محتاج ان هو يقول ويدافع عن الحكايه دي؟ محتاج طبعا يدافع. بص يا دكتور، خلينا نبقى متفقين على حاجه. الحاجه اتعملت صح على اسس علميه سليمه وبطريقه مظبوطه، وطبعا ما ننكرش عامل الخبره في الموضوع، بس برضه على اسس علميه صحيحه ودراسه مظبوطه واشعه مقطعيه، طبعا ولا عمرها هتحصل لها اي مشاكل. طبعا مع المريض برضه يحافظ على اسنانه، السنان اللي ربنا خلقها بيحصل فيها مشاكل لما ما بنحافظش عليها، وبرضه الزراعه نفسها نفس السنان لازم نحافظ عليها. من يقوم بتركيب الاسنان دون لمس الاسنان او الفينير، اسف، دون لمس الاسنان او تحضيرها، يعني اللي هو نون بريبريشن؟ لا طبعا ما ينفعش. على فكره دي موجوده على الفيسبوك. لا طبعا ما ينفعش. تشوف الاعلان. حاجات تجاريه يا دكتور ايمن. حاجات تجاريه الكلام ده كله، حاجات تجاريه، لكن المية لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. طبعا جاني. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. تشوف على الفيسبوك موجود الكلام ده؟ طبعا بشوف الحاجات دي. دعايه وشركات، هو عايز ما يخوفش المريض بتاعه. لكن طبعا لا، لازم يفتح دي. هنا مثلا حاله زي دي، الحاله لو هنبص فوق على الاسنان اللي فوق ديت بالذات في السنتين الاماميين القواطع، هتلاقي في مسافه ما بين الفينيرز اللي متركبه دي. حاله على فكره بالمناسبه كانت عامله فينيرز قبل كده. فوق دي كانت حاله متركب لها فينيرز، متركب لها فينيرز النو بريب اللي حضرتك بتتكلم عنها. تمام. عملت مشاكل ايه؟ طبعا غيرنا في ابعاد السنه، الكونتور بتاع السنه، الكونتورنج اللي هو الابعاد بتاع السنه. تمام. النتيجه التهابات في اللثه، واللثه كشت بالمنظر ده، واكيد العظمه من تحتها كش بالمنظر ده. بعد ما عالجنا مشاكل اللثه ديت وحطينا فينير بطريقه مظبوطه، عملنا تحضير بطريقه مظبوطه، قدرنا طبعا ان احنا نلاقي منظر طبيعي، لون طبيعي ومنظر طبيعي وشكل طبيعي بدون مشاكل. السؤال اللي جاي ده مهم برضه. من يتعامل مع الاسنان بتجميل بالفينير مثلا، تمام، بدون ان يهتم بمشاكل اللثه؟ طبعا جاني جدا. طبعا جاني جدا. اشمعنى ده اللي قلت عليه جاني جدا؟ متحمست عليه قوي. ما هو اصل دي مشكلتنا، او دي الحاجات اللي بشوفها كتير. يعني دي الكوارث اللي انا بشوفها كتير. ما هو دلوقتي
زي ما احنا اتفقنا التجميل او الفينير، احنا بنعمل الفينير لعلاج مشاكل معينة او لتجميل. واحنا اتفقنا زي ما قلنا من قبل كده ان هي التجميل ده نتيجة بنوصلها او تحصيل حاصل بنوصله في الاخر لما بنعالج المشاكل بس. طب مشاكل لسه يعني التهابات، يعني بكتيريا، يعني لسه بتكش وعظم بتكش، يعني الجذور هتبان، يعني مشاكل تانية هتظهر لي مهما عملت فينير او مش فينير. لا طبعا المشكلة الاساسية موجودة عندي. حالة زي دي عندنا مشاكل في اللسة، فيها كان عندها ضحكة لسوية، تمام، بدأنا نرسم اللسة من اول وجديد، وبعد كده ركبنا لها العدسات، كان في طبعا شوية التهابات عملنا لها تنظيف قبلها، يتعمل لها تنظيف قبلها وحاجات زي كده، بنعالج اللسة ونطمن اللسة بتاعتنا مظبوطة و100%، بعد كده نركب العدسات بتاعتنا. زي ما قلنا التجميل ده مرحلة أخيرة بنوصل لها لما بنعالج المشاكل. فيلم سلام انا قايلك، هو فيلمين اهو، انا قايلك الفيلم الاولاني ده ايه المتحولون ده بقى؟ مين المتحولون في طب الاسنان؟ المتحولون انا بالنسبة لي المتحولون حالة، تمام، مشاكل كتيرة جدا 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 في اسنان، وتسوسات ولا جذور واماكن فاضية وي 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 والكلام ده كله، وتحول لحالة تانية خالص. حريف بقى، مين الحريف؟ الحريف هو كذا واحد من حريفة كتير. طبعا طبعا، يعني واحد بس حريف، واحد المرة دي مين الحريف؟ تمام، الحريف ده اللي يجي له مريض لف على مجموعة الدكاترة قالوا له لا احنا مش هنزرع لك في المكان ده عشان انت عندك الجيوب الانفية هنا نازلة قوي وما عندناش كمية عظم كفاية. لا، الحريف ده اللي ما يقولوش لا، ما يقولوش زيه، يقول يا باشا تعالى نزرع لك عظم في المكان ده ونحط لك الزراعة بتاعتك وهتنجح وهتبقى زي الفل. ده ويعرف يعمل ده احد الحريف. طبعا ويعرف يعمل. طبعا مش يقول بس، لا لا لا، يقول ويعمل طبعا. طبعا يا دكتور. تعال نشوف بقى مجال الاسنان، فيه اوهام كتير الحقيقه يا جماعه، والاوهام قديمه وجديده واوهام مخلقه، يعني الاوهام القديمه مشهوره هتقعد عند دكتور السنان فترات طويله، هتتالم وهتتعذب وبتاع، ممكن يجي لك التهاب او عدوى، دي اوهام قديمه كلاسيكيه في المجتمع من زمان. اوهام جديده بقى، لا، ما انت لما هتعملي اسنانك ممكن قوي تبان سنانك كانك ليكي ضب، كانها فيها بروز، هتجمليها وتحطي تجميل فينير هتبرز اكتر، فبقك هيبقى بضبك اكتر. ضبك كلمه صعبه قوي، مخيفه، بس اكيد دي احد الاوهام الاساسيه، الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ تعويض الاسنان المفقوده بالزراعه بيستغرق فتره زمنيه طويله، اكتر من 6 شهور، 7 شهور، 9 شهور، سنه ونص. وهم طبعا. وهم سنه ونص، 10 سنين. انا اعرف، انا هقول لك على حاجه، انا ليا يعني صديقه لطيفه جدا، هي اكيد بتتفرج، قعدت تعمل في اسنانها سنه. اوف، رايحه جايه، رايحه جايه. ليه سنه؟ اختارت مكان غلط. ما انا قلت لها يا بنتي انت سنه ليه؟ عشان الرقم ده مش موجود سنه بكل المقاييس ايا كانت المشاكل اللي هي عايزاه. كمان ولما شفت البتاع مش سنه في الجزء الفوقاني بس. يا نهار ابيض. والله طبعا ما عادش السنه دي موجوده ولا 9 شهور ولا كده. مستحيل الكلام ده. ايه كان من زمان الكلام كده، ان احنا بنحط الزرعه وبنستنى 6 شهور عشان التئام العض على الزرعه ديت، تمام. دلوقتي لا، ما فيش كده. دلوقتي التطور في صناعه الزرعات نفسها اختلف، بقى يتعمل معالجه سطح بطرق جديده معينة بتحفز العظم يبني اسرع على الزرع، فلا ما بقتش محتاج طبعا ال6 شهور دي. احنا ممكن نعمل تحميل فوري على الزرعة على حسب طبعا اللي فيها كرايتيريا معينة، موضوع التحميل الفوري ده، تمام، او بحد اقصى احنا بنتكلم في 6 اسابيع طبعا مش 6 شهور. عندنا فزور. ماشي، فزورة جميلة. مش دي اللي انا عايز. حلوة الفزورة دي. اعلان في الفيسبوك، تمام، عنوانه منزلي، تمام، يعني حاجة في المنزل، تمام، اوكي، ليه تروح؟ وعنوان ده نصه كده اللي هو ايه، ليه تروح؟ هو دايما ليه تروح تعرف ان في كارثة بعد كده. اكيد طبعا. ليه مثلا تروح دايما يقول لك ايه، ليه تروح لمحامي لما ممكن انت تتعلم القانون وانت في البيت؟ ليه تروح تتعلم اللغة الانجليزية لما ممكن تتعلمها وانت في البيت؟ في الاخر مش هتتعلم حاجة. طبعا اكيد. ليه تروح تبيض سنانك لما ممكن انت تعيش التجربه الجميله المفيده ده تبييض الاسنان اللي في البيت؟ اكيد تبييض الاسنان المنزلي طبعا، الكارثه من الكوارث. ده ميت نار، يعني هو ميت نار بتاكل طبق من السنان. اشكرك على هذه الزياره الجميله وحوارك الممتع. ربنا يكرمك. كريم مدحت كالعاده اسمه متميز، وزي ما بيقول المستقبل الرائع ل
لعالم طب الأسنان في مصر مشرق جدا ومثير. تبقى المعتقدات راسخة في عقول الناس ويبقى محاولاتنا هي نفس المحاولة المستمرة لكشف النور عن الظلام والمعتقدات المخيفة اللي قد تؤخر ناس كتير جدا عن اتخاذ قرار في إصلاح أسنان. أرجوكم حافظوا على أسنانكم وأرجوكم ما تتهوروش مع السنان، لأن أقسم لكم الدكتور كريم قاعد هو عارف كلمة التهور مع السنان يا جماعة يعني عاقبته وخيمة جدا جدا, جدا. تهور مع أي حاجة في صحتك، بس السنان بتقعد تندب حظك ليالي وايام. في بنات يعني بتقعد تعيط في التليفونات كل اللي حواليها وتكتب على الفيسبوك اعاني من الم شديد، حد يقول لي اعمل ايه؟ خليكم دايما معنا. سلام. في مريض مثلا عنده خشونه في الركبه، انا طول ما انا قاعد مرتاح فمش مشكله امشي. ناس كتير معلوماتها في الحته دي يعني نقدر نقول قليله جدا. الدكتور اللي هو بيشتغل كويس جوه اوضه العمليات بعد ما يخلص يحاول يخلع المفصل. الدكتور محمد عبدين استشاري جراحه العظام، دكتوراه جراحه العظام والكسور كليه الطب جامعه الزقازيق، استشاري مناظير المفاصل، رئيس وحدة المفاصل الصناعية بمستشفى التيسير الدولي بالزقازيق. أهلا بكم. التهور يعقبه الندم، لازم تعرفوا كده. والإصابة في ثانية، وما تفتكرش إن أنت في مأمن من الإصابة مهما كنت. ده أنا يعني هوريكوا دلوقتي ناس محترفة بتصاب إصابات عنيفة جدا جدا. ما بالك الانسان اللي مش محترف، يعني واحد نزل مثلا هنا في حاجات اهي اصابات جامده جدا. طبعا هنا دول ناس على درجه عاليه جدا، رياضه البيسبول يعني الرياضه اللي محترفينها عندهم لياقه بدنيه مذهله. طبعا هنا خلاص الركبه، خلاص الركبه في الثانيه بتصاب، ده الركبه راحت تماما تماما. ده لعيب المفروض انه محترف وبيلعب في الدوري المحترفين الامريكي. الكوره برضو نفس الكلام، فيها اصابات في عنيفه قوي الاصابه دي على فكره. لكن الكوره بقى لما نشوف اصاباتها، اصابات الكوره يعني اقوى واكثر شهره كمان، وكور طبعا ممكن تبقى كور بسيطه جدا زي ما احنا شايفين كوره عادي جدا لعيب مشترك ده كريستيانو رونالدو، هذا الاسطوره البدنيه، لكن برضو ما يمنعش انه ممكن يصاب جدا بسهولة. الركبة مش مفصل قوي بطبيعته، الركبة مفصل ضعيف. عشان كده على فكرة دلوقتي في قوانين الملاعب بدأوا يحموا اللعيبة، شوف بص على طول يحموا اللعيبة، لأنه إصابات الركبة بقت مشاكلها كتيرة جدا وبقت منتشرة. أنت في حياتك العملية الركبة سهلة تتصاب، سهل جدا تتصاب. طبعا هنا بيوريك إزاي أنه رغم أن ده كريستيانو رونالدو لكن في الآخر ركبته أصيبت. خلي بالكوا التهور خطر جدا جدا، والشغل بقى القفز بقى والنطه من فوق سلمتين ثلاثه والشبابيه اللي بتيجي لبعض الناس، بص تلاقي يعني ناس سنها بقى خلاص تقدم زي حالاتنا كده، ويروح جاي من ثلاث اربع سلمات يروح ناط، ما عادش ينفع يا باشا. اللي كنت بتعمله قبل كده ما عادش تنفع دلوقتي. زمان احنا كنا بنلعب يعني برجل واحده برجل مسلوخه زي ما بيقولوا، دلوقتي لا خلاص بقى ما ينفعش. تنزلش تلعب مع لعيبه مش انت مش قدهم في اللعب، صغيرين في السن ولا يكونوا لعيبه بجد. لا، عايز تلعب كوره العب مع اللي في سنك، اللي هم الناس اللي بتلعب وهي واقفه او بلاي ستيشن، مانو بلاي ستيشن جميل، بس ما تلعبش لانك ممكن تنصب في ثانيه، والثانيه دي قد تكون الثانيه الاولى اول لعبه. والركبه مشاكلها كتير. تعالوا النهارده نتكلم على مفصل الركبه ونتكلم على كيفيه التعامل مع مشاكله. اندنج بيه تغيير مفصل الركبه اللي هي القصه المشهوره جدا جدا اللي بدات تبقى حاجه لطيفه جدا وحاجه عظيمه جدا وتقدم العلم فيها تقدم كبير. ضيفي العزيز قيمه علميه كبيره واسم كبير في هذا المجال والجراح المتميز للغايه صاحب الحوار العلمي المبدع استاذنا الاستاذ دكتور محمد عبدين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورنا يا فندم، وهذا هي زياره جميله ربنا يخليك. انتظرها. عايز ابدا الاول الركبه قبل ما اتكلم على خشونه الركبه حته صغيره كده، بس هي ركبه ده مفصل ضعيف صحيح؟
المفصل ضعيف لو عضلاته ضعيفة وعظمه ضعيف، انما هيبقى قوي جدا لو هو عضلاته قوية والعظم قوي، بدليل ان اصابة زي اللي اصيبها كريستيانو هيقوم بيبقى كويس وبعد شوية لو كمل تاني. انما تخيل لو حد عادي خد الخبطة دي اكيد هيحصل له مشاكل فظيعه جدا. رجلي دي هيقعد فيها 5 شهور ولا مثلا. بس هي قصه كده. فهو هو المفصل ربنا مديله قوه، لو العظم قوي والعضلات قويه والاربطه قويه هيبقى الامور كويسه وفي صحه جيده، يبقى المفصل ممتاز جدا. مش هيبقى خشونه الركبه. يعني ايه خشونه الركبه؟ هي خشونة الركبة عبارة عن ان الطبقة الناعمة اللي هي مبطنة، طبعا اي مفصل عبارة عن عظم متغطي بايه؟ بطبقة من الغضروف الناعم جدا، علشان يبقى الحركة سلسة، زائد ان في سائل اللي هو سائل اللي هو الصينوفي ده بيمشي على الطبقة الناعمة دي يسهل الحركة، زي اي مفصل في الحياة العامة انه عبارة عن سطحين ناعمين بيتحركوا مع سائل تليين. يعني هو الخشونة عبارة عن الطبقة الناعمة اللي هي زي الطبقة البيضة اللي هي في نهاية العظمة دي تبدأ تضعف، يعني تشوف ناعمة قوية تخينة، أول ما تبدأ الطبقة دي تتآكل هو دي الخشونة. مش الخشونة إن الزيت اللي في الركبة يخلص، لا بالعكس، مع الخشونة الماء بتزيد، يعني الالتهاب بيزيد. فالسهولة في الحركة دي عشان الغضروف ده سمكه كبير وناعم جدا بس متماسك. الخشونة الركبة حالة مرضية للكبار والأم للصغار؟ هي ممكن تحصل لأي حد، بس هو الأكتر مع السن، بس دلوقتي بنشوفها في ناس صغيرة جدا، لأن الحياة بقت ما فيهاش، يعني الطبقة الناعمة اللي هي مبطنة العظم دي بتتغذى من العظم اللي تحتها. فلو العظم اللي تحتها ضعيف هي هتضعف، ولو في وزن زياده هيتضعف. فبقت الموضوع بدري شويه الخشونه عن زمان. هل خشونه الركبه سببها النقص السائل الموجود في الركبه؟ لا، هو ضعف في الطبقه الناعمه اللي حضرتك شايفها في نهايه العظمه. هي المفروض ان الطبقه دي عباره عن خلايا وخيوط فايبرز عامله زي شبكه كده. المفروض الخلايا دي بتصنع الخيوط وبتصنع الماتريكس اللي ماسكه الخيوط في بعضيها. طول ما الخلايا دي قويه وبتشتغل بتفضل الخيوط دي ماسكه والغضروف يبقى سمكه كويس. المفروض ان لو حصل التآكل اكتر من اللي بتعمل تبدا الخشونه يبدا يضعف، وضعفه ده يؤدي الى التهاب وزوايد عظميه حواليه، ويؤدي ان يبقى سطح العظم يتكشف. الانسان يشتكي من ايه؟ الاعراض بقى؟ اعراض الم، تيبس، صعوبه في الحركه، تدريجيا تزيد تدريجيا لغايه ما توصل ان يبدا العظم الغضروف يتاكل ويبدا العظم اللي تحته يتاكل، فيبدا يحصل اعوجاج في المفاصل. طب في ناس تشتكي من ترقعه في الركبه؟ ما هي دي بدايه الخشونه. مبروك يا جماعه، دايما يشتكي من ترقعه، بس ساعات بتبقى ترقعه بسبب الصابونه بتبقى حاجه مختلفه، انما معظم الطقطقه عباره عن خشونه، ان النعومه ما عادش موجوده. بس ساعات الترقعه دي تيجي مره كده، مش بتيجي على طول. لا الخشونة. مش يعني ديت ممكن تبقى مجرد حركه غلط او حاجه في في ناس كانت بتسالني من الكنترول فقلت لهم مبروك. يعني ده شباب جوه كله، فهو طقطق مش شباب قوي. طيب لكن ترقعه دي برضو حاجه تقلق شويه. شويه بالذات مع الوزن. مع الوزن الوزن. طب هل في حركات معينه غلط الواحد بيعملها للركبه ممكن تضايق؟ انها تتني فتره طويله. يعني حضرتك مجرد ان حضرتك تفهم ان الغضروف ده في كائن حي جواه محتاج غذاء، هو بياخد غذاء من تحت من العظم ومن فوق من السائل الصينوفي. فهو محتاج ان دايما يبقى واخد راحته، انما انت لو وقفت عليه مده طويله وانت وزنك تقيل يبقى انت زي ما تقول بالبلدي كده كابس على نفسه على طول، فهيموت مش هيتجدد بسرعه. فيبدا مع الوقت يحصل ضعف في الخلايا دي
يبدا يتشقق ويضعف ما يكونش كميه كبيره، فتلاقي الغضروف يتاكل اكتر ما بيتكون فيبدا يضعف ويحصل خشونه. او ان انا ابقى بقعد فترات طويله مربع او مقرفص قافل الركبه على الاخر، فطبعا بقلل الدم اللي رايح لها برضه، نفس الفكره. او ان انا ما كنتش بتحرك ما بمشيش خالص، فالعظم بيبقى هش، العظم ده كائن بيتعود على الضغط. كل ما اضغط جامد كل ما العظم يقوى، يعني ما امشي كتير العب رياضه العظم يبقى قوي، يبقى الغضروف اللي فوق يبقى قوي، يبقى الخشونه تبقى قليله. اللي ما بيمشيش اللي هو السيدنتري لايف اللي هو عايش حياته على كرسي وعربيه وكلام زي كده، دايما الخشونه تجيله بدري شويه. طب العجل يعمل خشونه؟ العجل ما يعملش خشونه، بس لو مريض عنده خشونه العجل يتعبه. يزودها شويه، يخلي الالم يزيد. ازاي شخص الحاله دي؟ شخص الحاله ان هو المريض بيبقى دايما عنده الم بيزيد مع الفحص الكلينيكي مع الاشعات. بنعمل اشعات عاديه واشعه رنين، بس بيبان ان المسافه اللي بين العظمتين بتقل. طبعا حضرتك لما نعمل اشعه بيبان العظم وما بيبانش الغضروف. غضروف المفروض بيبقى فراغ. حضرتك بصيت على الاشعه تلاقي في الناحيه اللي على يمين الشاشه دي عباره عن في فراغ، ده فيها غضروف. الناحيه الثانيه ما عادش فيه غضروف ولا عاد فيه عظم، العظم نفسه اتاكل جزء منه من كتر الضغط. اللي عامل زي يكون حادثه كده يعني، هو اتاكل زي كله دخل في بعضه. ايوه والله اتاكله واتعوجت الرجل. زي ما يكونوا حادثه يعني، انت عارف حضرتك منورين من كتر الحادثه. دي حاله صعبه. العظم كل بعضه. تكال بعض وما بياكل في غضروف، ياكل في غضروف يتعوج، يوم الحمل يزيد ياكل في العظم. فالموضوع بقى صعب. ودي لما تعمل عمليه ليه لازم تعوض العظم ده، تحط حديد زياده في المفصل عشان تعوض الحظم. عشان نعوض العظم. طب هنروح بقى للاساليب العلاجيه، هل الادويه تفيد الحاله دي؟ في الاول مش الحاله دي، يعني في اول الخشونه بتاخد اول حاجه بنسميها تشينج لايف ستايل، بتغير نمط حياتك. يعني لو انت بتقف كتير بلاش، لو انت ما بتمشيش لازم تمشي، لو وزنك زياده تقلله، لو بتقف واحده واقفه في المطبخ ساعتين ثلاثه على بعض يبقى تقف فترات اقل، تحط كرسي في المطبخ، ما تتنيش ركبك اكتر من 90 درجه، تعمل تمرينات دايما علشان تقوي العضلات اللي حوالين الركبه، ده في الاول. فانت بعد بتحدد هل هي درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه. لو فشلت المرحله دي في العلاج ممكن في ادويه بتزود يعني حيويه الغضروف، ادويه كتير هي لسه ما بقتش في ادويه نتائجها قويه جدا. وفي طبعا في ناس يقعد يقول لك ده مراهب مش عارف بترجع كل حاجه وده كلام يعني ايه، ما كانش حد غلب يعني بمعنى صح. انما الادويه دي بتاخدها في الاول ممكن تساعد شويه، بس من غير ما تغير نمط حياتك يبقى انت بتاخد حاجات ملهاش لازمه. يعني حضرتك دايما في خط العلاج الاول هو اهم حاجه هتبني عليه بعد كده. يعني ما ينفعش انت بقى تاخد ادويه وتقعد عادي او تقف وزنك زياده، طب ما الخشونه هتزيد. يعني السبب موجود. بعد كده لو الحاجات دي ما جابتش يعني الخشونه بقت درجتها اعلى شويه ومش جايبه نتيجه، ممكن تعمل حقن بقى للركبه بواسطه ايه الحقن اللي هي الجيلاتينيه اللي هي الهالورونيك اسيد. وتبدا نشتغل بيها بقى. بتاخدها بس هي يعتبر بالظبط زي ما يكون انت بتغير زيت يعني. انت عايز كل شويه يعني كل شويه لازم تحقن، ما تخلص تحقن تاني، لان هي دي بتساعد ان تغطي الاجزاء المكشوفه في العظم. فما تحسش بيحصلش الالتهاب. الالتهاب ان العظم لما بيكشف بيطلع يعني زي رايش كده من العظم، ده يعمل التهاب، يخلي الخلايا المناعه تتفاعل معاه لانه حاجه غريبه، تعمل زي معركه جوه الركبه، تعمل التهاب، ورم، سخونه، الم، تيبس، كلام زي كده. طب اذا وصلنا للمرحله خلاص احنا فهمنا ما عادش في غضروف يبقى في مفصل لازم إيه تغير المكان. ايه بقى القصه بتاعت تغيير المفصل؟ تغيير المفصل عباره عن ان انت حضرتك زي ما بالظبط تكون بتشيل طبقه اللي اتاكلت وتحط طبقه جديده من الحديد والبلاستيك. زي طربوش السنه كده، اما انت مثلا سنه بقت متكسره او ضعيفه بتظبطها وتحط عليها حاجه تغطيها بحيث ان انت تبدا تمنع المكان اللي بيسبب الالم. ولو في عوجه بقى من التاكل في ناحيه زياده عن ناحيه تظبط العوجه دي. يعني بحيث التحميل يبقى
نازل بحمل زيرو على ال مش مايل كده ولا كده. معانا حاله دلوقتي برضو عشان نشوف الحاله بشكل اكلينيكي لحد كان عنده مشاكل في مفصل الركبه ووصل الى مرحله اللي بنسميها المراحل المتاخره، صح كده؟ جدا جدا. سن كم سنه؟ هي سنها حوالي 70 سنه. 70 سنه. وهي طبعا ده خشونه بقى لها 20 سنه ولا 15 سنه وبتقاوم انها ما تعملش عمليه، ووزنها زياده يعني وزنها خفيف، وبقت ما تعرفش تمشي تروح التواليت، يعني ممكن في صعوبه في حياتها رهيبه جدا. فاكل مفصل خالص، تاكل تماما وتعوجت، وبقى فيه وهي عندها كمان فلات فوت من تحت، فبقى الموضوع صعب جدا. وكانت فاقده الامل تماما انها تعرف وطبعا زي الناس بتخوف بقى انها مش هتعرف تمشي. طب هي بتعرف تمشي دلوقتي؟ ما هو الموضوع يعني المريض ده يقول لك انا مش يعني هعرف امشي بعد العمليه. اقول له طب لو انت مش هتعرف تمشي بعد العمليه انا هعمل لك عمليه ايه؟ يعني انا المفروض هعمل لك عشان تمشي احسن ما انت بتمشي. هي عمليه مفصل، انت مريض بيمشي بطريقه مش حلوه او مش كويسه مع الم، انت المفروض ترجعه يمشي بطريقه كويسه من غير الم. ده الهدف يعني. بعد العمليه اللي احنا عملناها رجل رجل يعني. عملنا رجل الاول وبعد شهر عملنا رجل الثاني. تعالوا نشوف مع بعض. فطبعا بعد بقى كان الشكل عامل ازاي؟ فطبعا ابن عملنا رجل، فطبعا كان في ديت بعد ما عملت الرجلين الاثنين. انما هي في الفتره يعني في فيديو ان هي عملت رجل الشمال الاول. وبعد كده عملنا رجل اليمين. عظيم. بتبقى الصوره مختلفه لو بس بقت تمشي من غير ما حد يسندها. يعني بقت عايشه حياتها كويسه رغم ان هي عندها مشاكل في ظهرها كمان. دي رجل واحده. دي بعد ما عملت رجل واحد الشمال دي. وهي داخله تعمل الرجل اليمين. دي يعني تخيل هي عامله العمليه الرجل الشمال دي بعد شهر، يعني بتعمل الثانيه بعد شهر. وبتمشي عليها. تلاحظ ان حضرتك الوقت اللي بتاخده وهي بتنقل على الرجل الشمال اكتر من الوقت اللي على الرجل اليمين. ليه ما عملتش؟ يعني هي بتقف على بتقف قد ايه؟ شوف بتنقل الثانيه بسرعه. بس الثانيه في ثانيه. ايوه عشان الثانيه طبيعيه كده. يعني يعتبر حركه المشي لو قسمناها اللي مثلا ثانيه في اكتر من 3 ارباع ثانيه على الرجل اللي عملنا لها عمليه، والربع الثانيه دوب تخطف نفسها تنقل عليها. لو شفنا بقى وهي ماشيه انها مسنوده مع بعض هنلاقي ان هي رغم 70 سنه خلاص دلوقتي بتمشي لوحدها. تمشي لوحدها. هي رغم ان عندها مشاكل في ظهرها ومشاكل طبعا عندها في الوزن وبالك في مشاكل الوزن. ده الوزن زاد بعد ما عملت. لو شفنا بقى الرجلين يعني الفيديو بتاع اللي هي ماشيه برجلين الاثنين هنلاحظ انه الرجلين رجعوا لاستقامتهم مره ثانيه. رجعوا بقوا مستقيمين. ما بتتألمش. مفيش ألم. ما بتتألمش. مع الحركه. ده مهم جدا. يعني في مريض برضو يسأل يقول لك انا هعمل يعني هعمل العمليه وانا مثلا همشي مثلا زي مثلا ابني ما بيمشي. ما ده مش منطقي. عندك 70 سنه. دي لاول مره تمشي من غير مساعده يعني. بتمشي من غير مساعده وده بعد اليمين. ده بعد شهر مثلا. يعني بعد شهر من العمليه الثانيه او مثلا 3 أسابيع من العمليه الثانيه. فموضوع هو حالات دي حالات بقى اللي هو المريض لا بيبقى نفسه يتحرك. ب 70 سنه. ب 70 سنه. يعني طبعا العمليه دي خدت لها 3 شهور ومش عارف يعني بقت 70 سنه ونص. دخلت في الواحد. بس هي مستمتعه جدا. دي العمر. طبعا. مستمتعه جدا. مهم قوي في السن ده. مهم ان انت تبقى مش معتمد على حد. بعد العمليه ايه المطلوب في العلاج الطبيعي؟ هو المريض بعد العمليه ممكن يمشي على طول في نفس اليوم تاني يوم بيمشي على رجله ويروح الحمام لانه اصلا ده الموضوع كله عباره عن جرح بس. العلاج الطبيعي محتاج حد فاهم يعمل علاج طبيعي اول عضلات لان العضلات بتبقى ضعيفه. محتاج اول عضلات عشان هي يعتبر مثلا انا غيرت يعني بالبلدي كده انا غيرت الشاسيه اللي هو ماشي عليه انما الموتور اللي هيدوره هو العضلات. حلو التعبيرات بتاعت العظام جميله. ايوه ما هو كده احنا شاسيهات. احنا بتوع عظم العربيه. ما هو اسمه هيكل. اسمه هيكل يعني شاسيه. شكرا. فهو حضرتك لازم انت حضرتك تظبط حتى العضلات تشتغل احسن. ما هو ما فيش تحميل غلط فده بيخلي القصه يبقى اسهل في الحركه وما فيش الم. في ناس بتبدا المشكله عندهم من سن صغير يعني خمسينات او اقل كمان
ويحتاجوا في الوقت ده الى تغيير مفصل، وهو بيعتقد انه يعني غير مفصل وانا في السن الصغير ده. هو حضرتك المفصل ممكن يعيش لغايه 20 سنه، حضرتك لو عندك 50 سنه ما تغيره، وبعدين حضرتك تخيل بعد 20 سنه الدنيا تبقى اتغيرت ازاي. فحتى لو احتاجت تغيره تاني هيبقى سهل برضو، اسهل من دلوقتي. هو بيتغير دلوقتي برضو عادي، مره تانية تغير المفصل ممكن تغيره عادي، بس تخيل بعد 20 سنه الدنيا اتغيرت بطريقه يعني اقوى. يعني حضرتك كل مثلا ما نروح مؤتمر نلاقي حاجات احدث، كل الشركات شغاله انها تغير في الحاجات اللي بنشتغل بيها. يعني بقى في مفصل للست وفي مفصل للراجل، بياخد شكل عظمه الست غير شكل عظمه الراجل. بقى في مفصل ينفع تصلي بيه تبني للاخر، يعني تعرف تصلي بيه ما تبقاش مثلا. كان الاول يعني مره كان في شيخ مسجد يعني راح سافر بره زمان، يعني سافر المانيا وقال له انا بشتغل يعني مقيم شعائر وكان زي كده، والراجل كان بيتني للاخر بس كان في الم. فقال له انا عامل لك مفصل بس مش هتعرف تتني للاخر. فما عملش عمليه. دلوقتي بقى في عمل مفصل ان انت تعرف تتني للاخر، تتني ركبتك وتقعد على القرفيصه. فكل وقت وله ايه، وفي تطور بقى في برضو يعني حاجات ده نزل مصر قريب، اللي هو المفصل اللي هو ان انت تتني للاخر، او مفصل يبقى للست يعني مفصل مخصص لشكل عظمة الست لها انحناءات مختلفة عن الراجل. ده حاجة عظيمة جدا جدا. طبعا يعني اتمنى كل ما تشتغل مع الزمن بتاع المفصل يطول عن 20 سنة. ما هو بيطول كل فترة بيغيره في التقنية بتاعته، بس هو المفصل بيطول لو معمول كويس. يعني المفصل لو معمول كويس هيطول. لحضرتك مهما كان نوع المفصل وانت ركبته غلط وتحمله غلط هيبدا يفك، يحصل له لوسننج اسرع. لازم الناس تحافظ على ركبها، لان ركب الناس لازم يفهموا انها معرضه بسهوله لاصابات، معرضه بسهوله للخطوره. العمليه بقت عمليه من النوع اللي جميل جدا والاستشفاء منها رائع جدا طبعا. وهنا في مصر بتعمل على ارقى مستوى، برضو كان زمان يقول لك هطلع بره ومش عارف، لا هنا في مصر دلوقتي بتعمل على افضل مستويات، لان المستشفيات بقت متجهزه كويس، وبقى في شركات عالميه بتشتغل، بقى في كميه حالات برضو اكتر، فبقت شركات بتنزل اللي هي. انما لو الشركات مش مجهزه نفسها او مش عندها كتير هتبقى انت صعب انها تشتغل هنا في مصر برضو. حافظوا على رقبك، الله يخليكم. نورتنا يا فندم. الشاسيه لازم تحافظ عليه، الشاسيه مش قوي، شاسيهك يا ابني ضعيف والله. وانا خفت من حكايه تانية الركبه دي، انا قاعد على كرسي ربنا يكرمه بقى اللي عمله لنا، كرسي صعب جدا. اشوف حكايه تانية الركبه ده في الكرسي بتاعي بوظ لي ركبتي. ضيفي العزيز الدكتور العلميه الكبير الاستاذ الدكتور محمد عبدين كان ضيفي في النصيحه. نورتنا. نورتنا يا شباب. خليكم دايما مع النصيحه. مركز وايتي دكتور نور الدين مصطفى لتجميل وزراعة الأسنان، نخبة من أفضل استشاري طب الأسنان. وايتي وي ديزاين يور سمايل. هذا البرنامج برعاية مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري. Shiny White. ضحكتك تعبر عنك. I am the last person that wants to frighten, fear monger, or scare the living out of you. But this guy is scary. He's an undiplomatic hawk with a taste for blood. And his appointment as Trump's national security advisor means war. Because this is a man who believes anything goes as long as it's in America's interest. There is no United Nations. The United States makes the UN work when it wants it to work. And that is exactly the way it should be, because the only question to the United States is what's in our national interest. He's insane. And not only because he pushed the WMD myth, but because he still believes Iraq was a success. The overthrow of Saddam Hussein, that military action was a resounding success. Bolton thinks there's one way for America to stay on top. Our goal should be regime change in Iran. Last year, he already promised regime change in Tehran by 2019. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
Except the promise was to the MEK, or People's Mujahideen, a group that until 2012 was on the Foreign Terrorist Organization list. North Korea shouldn't exist, according to this gem. I think the long-term solution has to be is the merger of the two Koreas, the end of North Korea, basically. And Syria needs regime change, too. In fact, it should have been done a long time ago. It would be in our interest to overthrow this regime in Syria. The best time to have done it would be right after we overthrew Saddam Hussein. But most of the media is having fun with this warmonger. Most, not all, because you know, his mustache is so much more important than mass murder. His mustache can be seen from space. A very fuzzy mustache. A question about porn stash is relevant. Porn stash. You know, I ran into Bolton just a couple of weeks ago in a hotel lobby in Austin. And if I had known back then what I know now, I would have definitely said this to his face. I don't give a about your mustache. It's not what disgusts me. You are personally responsible for the deaths of millions of people around the world, and you in this new position of power means a hell of a lot more are going to die. تعالى يا سيف. هتعرفي تضربي؟ ايوه حاضر. بتوقف معاكي كله تمام؟ ايوه كله تمام. هتكوفيهم يعني؟ جاهزين؟ بص يا دي هتبقى من الكريم الكريم اللي فوق. يلا يا جماعه نبعد في الهواء. السيدات والسادة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قال ايه على الهواء. احنا من القاهرة وعلى الهواء مباشرة زي ما انتم عارفين. النهاردة ده اللقاء الاسبوعي لحلقة قاضي الغرام، والنهاردة الموضوع بتاعنا السعادة الزوجية. اخترنا لكم قاضي غرام عنده خبرة من خلال ادواره السينمائية والتلفزيونية اللي استمتعنا بيها جدا وعشقناه من خلال الادوار دي. قاضي الغرام اللي معانا النهاردة الفنان الكبير حاتم ذو الفؤاد. اهلا بيك يا حاتم. اهلا بيك. انهي فيلم ده؟ ده فيلم التعالب. هنتناقش موضوع السعادة الزوجية وهنتلقى تليفونات، وعايزينك تبقى قاضي غرام وتحكم بالعدل. اتعهد. مش هتتحيز خالص لان هيجي لنا مكالمات وهنشوف. وانا تحت امره. طيب تعال الاول معانا رسالة بالصوت والصورة، نشوف الرسالة وبعدين نعلق عليها. اتفضل. تفتكر يا استاذ حاتم غياب السعادة الزوجية بيكون مسؤولية احد الطرفين، ولا بتكون المسؤولية الطرفين مشتركة مع بعض وبس؟ حلوة وبس دي. تفتكر ايه فعلا؟ لا مشتركة طبعا. لازم تكون مشتركة. مشتركة. وبعدين لازم حد يبقى بيشيل للتاني، يعني يفوت له حاجة مناصفة. يعني فوت موقف او اتنين ورا بعض يبقى كده، لان الحياة لازم تسير، والحياة دلوقتي بشكلها اكتر وكذا وكذا. معانا اتصال فعلا، المكالمات بترخ. طب اتفضل القاضي معاك اهو، نتلقى المكالمة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتعرف بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ حاتم؟ اهلا وسهلا. اعرفك بنفسي. اتفضل يا فندم. مسعود يحيى. اهلا مسعود يحيى. بتشال يا استاذ مسعود؟ انا محاسب. اهلا بيك. على فكره انا ساكن على نصف الشارع اللي فيه الاستوديو اللي بتصوروا فيه دلوقتي. جران يعني. كويس. كل يوم وانتوا رايحين وانتوا جايين. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتوا بتقولوا ان العلاقه الفاشله لازم تكون بسبب الطرفين، مش بسبب طرف مشتركه واحد. يعني مش بسبب طرف واحد. طيب انا واحد من الناس
ما كنتش حارم مراتي من اي حاجه، وكل طلباتها كانت مجابه، المعامله احسن معامله. وبعدين حصلت لي ظروف وعيد ودخلت المستشفى، لا ربنا، فاضطريت اعمل لها توكيل باداره كل اعمالي. تصور حضرتك تنتهز فرصه التوكيل وتبيع كل املاك لنفسها وتطردني من البيت، البيت اللي اتبنى واتفرش بفلوسي دلوقتي. انا طالب رايكم، هل دي سنه تستحق ان الواحد لا يعيش الله معاها، ولا تستحق ان الواحد يطلعها ويخلص منها؟ انا في انتظار اجابه الفتاه عادل في البطاله. ممكن تهدى يا استاذ؟ ما عندهاش ضمير. طب اهدى اهدى عشان نعرف نرد عليك. احلى مصيبه موديها، احلى اكل والعيال احسن من فضلك. يعني مش عارف اقول لك يا استاذ عادل، انت كده تعبنا معاك. استاذ حاتم هيجاوبك، استاذ حاتم هيجاوبك. بعدي قاعد في المستشفى 3 اشهر. انا خايف عليك، خايف على اعصابك، خايف يجي لك حدث. احنا قلنا اي بني ادم من حقه انه يقعد بسنانه طول حياته. السؤال الجاي ده سؤال مهم جدا. فقدان الاسنان من المشاكل الخطيره اللي لما بتحصل ممكن جدا تؤدي الى مشاكل خاصه بوظيفه الفم كجزء من الجهاز الهضمي. ابيض اسود وافق جدا، ابيض جدا. خطيره خطيره طبعا. اول حاجه سبحان الله ربنا جعل لنا الاسنان دي كل واحده جنب الثانيه بتسند بعضيها في ثبات. يعني مجرد ما بنخلع سنه بتبدا السنان تميل ناحيه الحته الفاضيه عايزه تسدها، تبدا السنان اللي فوقيها تحاول تطول شويه عشان تسد الحته الفاضيه. زي ما احنا شايفين هنا، هنا دي ده ضرس رقم 6 اتخلع، هتبدا الاسنان تميل ناحيه الحته دي. هتبدا احنا شايفين ايوه بدا يحصل تغيرات. بدات الاسنان اللي فوق تطول، بدا الجدر يتكشف. معنى ان الجدر يتكشف ان ده بدايه انهيار السنه. لان هي الجدر ده اكتر حته حساسه مع اي مؤثرات، هيبدا يحصل له تهيج للعصب. بدا البني ادم ياكل بطريقه مش مظبوطه، فبيأثر على مفصل الفك بطريقه مش مظبوطه، لان هو بيحمل غلط. هو بيبدا ياكل يمين شمال، بيحاول ان هو ياكل على الحته اللي موجود فيها اسنان وبيسيب الحته اللي مش موجود فيها اسنان. كل ده بوظ المفصل. بيبدا البني ادم العظم ده يكش مع مرور الوقت، يبدا التجاعيد اللي على وشنا تبان. سبحان الله الجلد وعضلات الوش مشدودين على شاسيه اللي هو العظم بتاعنا. الشاسيه ده صغر، ايه اللي هيحصل؟ يبدا العمر يبان، يبدا البني ادم يبان اكبر من عمره بخمس ست سنين. السؤال اللي جاي ده سؤال مهم وهسألك بالطريقه اللي انا بفكر بيها. تجميل الاسنان هو اللي فرض على عالم الاسنان العمل الجماعي. قبل تجميل الاسنان وانتشاره العمل الجماعي ما كانش بالكثافه وبالشكل اللي موجود بيه دلوقتي. ابيض ولا اسود؟ ابيض. منذ بدايه الطب لا غنى عن العمل الجماعي. ما ينفعش نشتغل بدون عمل جماعي. الدكتور اللي بيقول انا بشتغل كل حاجه، فدكتور ده مش هيعرف يعمل اي حاجه. هو ممكن يكون عنده فكره عشان خاطر لما يشخص ويبدا يوزع الادوار كمايسترو او كرئيس فريق، يبدا يدي لكل واحد دوره. فلان هيشتغل علاج العصب، فلان يشتغل حشوات. زي ما احنا شايفين هنا بيبان قوي دور العمل الجماعي. عندنا هنا الفم جه، المريض ده جه بالحاله اللي تحت، في تسوسات كتير جدا، في اسنان مخلوعه، في اسنان محتاجه علاج جذور. فبدا المايسترو او الدكتور الكبير يوزع المهام. دكتور بتاع الحشو يشتغل الحته بتاعته، دكتور بتاع الزراعه يشتغل الحته بتاعته، دكتور بتاع اللثه، في جراح لثه دلوقتي، يعني في دكتور متخصص للثه يشتغل شغلته. وبعد كده دخل دكتور التركيبات يحضر الاسنان دي كلها عشان يعمل التركيبه اللي فوق. طبعا احنا مش هننسى دور الديزاينر لما بيقعد مع الدكتور بتاع التركيبات عشان يعملوا الديزاين او شكل الاسنان اللي هي لايقه على وشه وعلى شخصيته وعلى لونه. كل ده على الكمبيوتر. يقعدوا يعملوا الكلام ده مع بعضهم. برضو احنا هنا زي ما احنا شايفين في تسوسات كتير، في اسنان مكسره تحت. قدر برضو اتوزع المهام بعد التشخيص عشان خاطر كل واحد يشتغل في الحته بتاعته مظبوطه. انا طبعا مع انه العمل الجماعي من زمان المفروض يكون موجود، لكن كان الفكره اللي في دماغي ان هو كان خلاص بقى مانداتوري. هو من زمان مانداتوري، من زمان اجباري، بس بقى فرق كبير بين
تجميل سنان ده عمل جماعي وتجميل سنان ده طبعًا عمل جماعي. طبعا فرق مهول طبعا، لان اساسا تجميل اسنان بلا عمل جماعي، يعني لو دكتور شاطر في تجميل الاسنان بس هو مش اكسبرت في بقيه الحاجات، البيز اللي هو بنى عليه العماره ده هينهار. هو ما عملش علاج عصب مظبوط، لان هو مش دكتور علاج عصب، هو دكتور تجميل. ماشي، هيبدا يحصل خراريج، يحصل مشاكل في الاسنان دي، هتبدا تهد كل الكلام ده عشان تعالج المشاكل اللي جوه. وتجميل الاسنان من الحاجات اللي باينه قوي، يعني برضو علاج العصب ممكن يبقى فيه مشكله لكن ما التهبتش يعني تمشي الامور، تكتشف عند يعني الخبراء بعد كده. التركيبه مش مظبوطه قوي بقى، لكن التجميل ده فن، فن. وبرانشز وبتدرس شخصيه، بتدرس شكل، بتدرس المهنه بتاعت اللي قدامه ده ايه، الجنس بتاعه ايه، هل هو ذكر انثى، هو ايه. يعني انا دلوقتي لو راجل صاحب مصنع بيتكلم مع عمال كتير، لازم السنان بتاعته تنم عن شخصيته القويه اللي هيتعامل بيها. ما ينفعش اعمله سنان لونها ابيض جامد، الحروف بتاعتها تبقى مدوره، ما ينفعش اعمل الكلام ده، لازم اعملها له لون طبيعي، الحروف بتاعته تبقى حاده عشان تبين الشخصيه القويه. في نفس الوقت الراجل اللي بيطلع في التلفزيون، الممثل، الفنان او الست، نقدر نعمل لها لو هي لون بشرتها فاتح، نقدر نعمل لها اسنانها لونها ابيض فاتح. الحروف بتاعت الاسنان دي تبدا يبقى فيها شويه راونديشن، تضاريس السنه نفسها تبقى اصغر عشان تبين الـ 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 الشخصيه الهاديه، الشخصيه الجميله، الشخصيه اللي الناس كلها عايزه تبقى تتعامل معاها وهي مبتسمه وظريفه. حتى في السينما لما بيحبوا يعملوا اي حاجه في الشكل عشان يحولوا مثلا انسان شرير صح، او كان في حاله مثلا اقتصاديه صعبه شويه مزبوط، وبعدين بقى اغنى، فهم يلعبوا في اسنانه بس لازم يعمل كده. طب السؤال الجاي ده مهم برضو جدا، الجيوب الانفيه تلعب دور مهم جدا في ماهيه الزراعه او في عالم الزراعه، الجيوب الانفيه والزراعه. الناس على فكره بقت ده كلام ابيض. طبعا احكي لي بقى الجيوب الانفيه لان احنا ما اتكلمناش عنها. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان في دكاتره المفروض ان هم مصنفين كدكاتره زراعه ما يعرفوش يتعاملوا مع الجيوب الانفيه دي. لان الجيوب الانفيه دي زمان كانت مشاكلها صعبه والتعامل معاها صعب جدا، دلوقتي التكنيكس الحديثه سهلت الدنيا دي. ايه مشاكل الجيوب الانفيه؟ احنا لما بنخلع ضرس او سنه فتره طويله بيبدا يحصل حاجه اسمها نيوميتايزيشن، يبدا الجيب يكبر ويقلل حجم العظم اللي تحتيه، فيجي ما فيش سبيس ان هو يزرع فيه. طبعا احنا تطورنا بالكلام ده عن طريق الزراعات المايله، زي ما احنا شايفين احنا عندنا تحت في زراعات مايله، دي بنتخطى بيها الجيوب الانفيه عن طريق رفع الجيب الانفي اللي هو كلوزد ساينس ليفتنج، زي ما احنا شايفين الفرق هنا في الفيديو ده هيوري لنا التكنولوجيا والتكنيك والحرفيه في رفع الجيب الانفي وفي الجراحه عامه. احنا كل اللي احنا هنعمله هنفتح الفتحه الطبيعيه بتاعه الزراعه زي ما احنا شايفين كده اهو، فتح فتحه طبيعيه. احنا طبعا بعد ما قسنا بالشعه المقطعيه لقينا مثلا ان هي 3 مللي. نبدا نزق الجيب الانفي سنه بقى. ايوه سنه. ايوه عن طريق ان احنا بندخ سائل سلاين. ماشي، بعد ما رفعنا الجيب الانفي بنبدا نحط عظم ونزرع فيه الزرعيه، فاذا بقاش عندنا مشكله مع الجيب الانفي لما بيكبر ان احنا نزرع تحتيه. في دكاتره اللي هم مش عارفين التكنيكس دي، يا اما بيقول للمريض انا مش قادر ازرع لك، انت عندك الجيوب الانفيه بتاعتك كبرت، يا اما هيتدخل غلط فهيبوظ الجيوب الانفيه. دي بتاخد وقت قد ايه؟ لا ده في نفس الجلسه بتاعت الزراعه، الزرعيه بتاخد في 10 دقائق، القصه دي بتاخد ربع ساعه. العظم بنجيبه منين؟ العظم لا، ما في دلوقتي سنساتيك بون، عظم صناعي. عظم صناعي وبنبدا نضيف عليه يعني البلازما اللي موجوده من الدم بعد ما نفصل البلازما عن الدم. فده فيها البلازما دي عباره عن ايه؟ دي فيها جروس فاكتور، فاكتورز كتير جدا بتساعد على الاوستيو انتجريشن، بتساعد ان العظم ده يمسك نفسه، فبيخلينا بعد كده نقدر نحط الزرعيه بتاعتنا بشكل ناجح جدا. برضه البي ار اف دلوقتي مهم في الزراعه. طبعا ده مهم جدا للعظم اللي احنا بنحطه على الزراعيه في حاله ان احنا مفيش عندنا عظم. عظيم. هروح للافلام بقى، تعالى بقى اشوف بقى اوريك الافلام بقى الجميله بقى. مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ مين اللي اقول عليه حريف في عالم الزراعه؟
الدكتور اللي هو بيجيله المريض بعد ما يعمل أشعة مقطعية بيلاقي الجيب الأنفي بتاعه كبر وبيلاقي العظم اللي تحتيه صغير جدا، فبيقدر يرفع الجيب الأنفي ويحط ذراعته في أمان وسلام ومفيش أي مشاكل. دودة وضع في الاعتبار أي مشاكل مقابلها. عظيم. مين اللي تقول إنه عمل ارتكب الجريمة الكاملة؟ الجريمة الكاملة دي لسه كانت عندي الأسبوع ده. أها. جالي مريض سنانه كانت، هو بيوريني صور قبل ما يشتغل، سنانه كانت مرصوصة وجميلة جدا. يعني كل التجميل اللي فيها محتاج يا إما يعمل شوية تبييض أو يركب فينيرز اللي هي العدسات الخزفية عليها وخلاص خلصت القصة. جه الدكتور قام جاي طخ 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 حضر السنان كلها وبدأ يعمل عليها تركيبات ثابتة. المشكلة مش كده بس، إن هو عمل علاج عصب تحت الأسنان دي كلها، يعني هو أقنع المريض إن هو يعمل له علاج عصب في أسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات. الدكتور ده أساسا مش دكتور علاج جذور. فالنتيجة كانت إن علاج العصب مش معمول مظبوط. فالنتيجة كانت إيه؟ المريض جاي لي وشه قد كده أهو. فطبعا دي جريمة كاملة من كل النواحي. ملتهب. أيوه طبعا. دي كده عامله زي ما يكون واحد عنده بيت حلو خالص، بيت حلو خالص وحش اقترح عليه، لا ده حد اقترح عليه قال له لا لا ده بيتك ده وحش نهده ونبنيه تاني مثلا. حلو كلام، راح حدده له ومش بناه له بقى، ده عمل له كارثه. طب يعني مفيش بنى اساسا، اي حاجة. يعني لا اساس ولا بتاع، عملوا له كده راح واقع، هو باظ السنان كستراكشر من بره وك شال العصب والاوعيه الدمويه اللي بتغذي السنه، فالسنه خلاص. وغير كده عمل انفكشن تحت السنه، فاحنا مطالبين دلوقتي ان احنا نعالج الانفكشن ونعالج علاج العصب البايظ وبعد كده نشوف هنعمل ايه من بره. هنا يعني ده الفيلم الجريمه الكامله، بس شارك المريض فيها لانه وافق. طبعا انا موافق طبعا، الطبع في ان انا اعمل حاجه بيرفكت قوي. طب انت بيرفكت؟ لا قوي، انا عايز القوي قوي. ما انت مش عارف ايه هو القوي قوي ده. هو احنا هنا هنقول عليه ان هو مشارك في الجريمه بس بنسبه قليله، ان هو مش فاهم برضه. المريض ده مريضه ولا مريض؟ مريضه. مريضه. طيب عليا. انا عارف انها كانت مريضه. المشكله برضه عارف ليه يا دكتور ايمن؟ ان الدكتور اللي عمل علاج عصب للاسنان دي كلها، طبعا ده حاجه اجريسيف جدا ودي جريمه يعني كبيره جدا، هو عمل كده ليه؟ هو عمل كده عشان لما يجي يعمل تركيبه مش مظبوطه، لما يجي يركب حاجه مش مظبوطه بتسرب حاجه، المريض ما يقولوش الساعه والسخن بيوجعني. لان معنى كلمه الساعه والسخن بيوجعني ان التركيبه مش مقفوله، ومعنى كلمه التركيبه مش مقفوله معنى كده ان هيخش جوه بواقي اكل وبواقي عصاير وشرب والكلام ده كله، هتسوس السنه اللي تحتيها وتبوظها. لا دي مش جريمه كامله، ده خطه. دي جريمه نازيه. يعني دي كارثيه. طب لا بوريه، عرفني مين ده بعد الهوا عشان بعد الهوا هروح له. هروح له يعني هروح، انا اكيد ما اعرفوش بس هروح له هجيبه. يعني خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ طيب يعني في هنا كذا كذا متهم وكلام فظيع. يعني من يروج انه التركيبه افضل من الزراعه؟ مش موافق خالص. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ خلينا نقول يعني ان هو متهم، لان في بعض الاحيان الصغيره بنضطر ان احنا نعمل التركيبات. زي ايه مثلا؟ حد عنده uncontrolled diabetes، الراجل مش مظبط السكر بتاعه، مش هقدر احط له زرعيه لان هي هتفيل، لكن لو مظبط سكر طبعا هنقدر نحط له زرعيه، لان الزرعات دلوقتي بقى فيها تكنولوجيا عاليه جدا، زي معالجه السطح، زي المعالجه بالجاما ريز، ممكن يستخدم البلازما، كل ده هيساعد على ثبات الزرعيه. مثلا حد عنده مشاكل في الدم، حد حصل له راديو، حصل عمل علاج اشعاعي او علاج كيماوي، كل الحاجات دي احنا ما نقدرش نزرع معاها. فبنضطر نروح للتركيبات الثابته. بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله هيبقى طبعا الدكتور جاني، لان هو كان هيحط له زرعيه اللي هي تحافظ على العظم بتاعه وهتحافظ على ثبات الاسنان حواليه، الدنيا كلها هتبقى كويسه. زي ما احنا شايفين هنا، احنا عندنا السنتين الاماميتين او لا هنا الاربع الاسنان الاماميتين مش موجودين، فحطينا له الزرعتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعه تقريبا، بعد كده حمل التركيبه دي في خلال الاسبوع نفسه، فالدنيا وبيمشي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب دي زرعيه فوريه. زرعيه فوريه دي المريض يقدر لو احنا لسه خالعين دلوقتي حالا نقدر نخلع ونحط مكانها زراعيه في نفس الوقت ونركب السنه في نفس الوقت، المريض يخرج بالسنه بتاعته. فده يخلينا نروح لحته مهمه جدا، لو في حاجه، لو في سنه هوبلس خالص، هل اخلعها وبعد كده افكر في الزراعه؟ لا،
انا مع تفكير في خلعها لازم اكون بفكر ان انا هزرع الميديت امبلنت دي. هزرع دلوقتي حالا. بالظبط. السؤال الثاني مهم برضو، من يقوم بالزراعه دون الاهتمام بعصب الفم؟ مش مركز في عصب، مش عارف او مش مهتم، مش عارف هو فين، مش مذاكر التشريح كويس. سرح ده جاني وانا اساسا هو ده مش دكتور امبلنت، مفيش دكتور متخصص في زراعة دار الزراعة هيغفل عصب الفم، وخصوصا ان هو بيبان بسهولة جدا في الاشعة المقطعية. الاشعة المقطعية دي اللي بتقسم لنا العظم في كل منطقة اللي شرايح صغيرة جدا، بتبين لنا الكثافة وطول وعرض العظم فوق الاماكن الحساسة زي ما احنا شايفين هنا اهو، دي الاشعة المقطعية هتبدأ تقسم لنا المنطقة نفسها اللي هي فيها الزراعية اللي احنا عايزين نحطها، فطبعا بالتالي هتبين لنا مكان العصب بتاع الفم. لان احنا لو اغفلناه هيبدأ المريض يخسر حاجات كتير قوي حسية، زي احساس بالشفة، زي الاحساس بمناطق في الجنب ده كله نتيجة ان هو اغفل الموضوع. المنسي، المنسي، من تراه المنسي في المنسي عالم؟ هو التشخيص السليم اللي الناس كانت بتتناساه لفترات طويلة، لان هو اساس اي علاج في الدنيا. انا شخصت مظبوط، عملت تريتمنت بلان، عملت خطة علاجية مظبوطة، هوصل للنتيجة المثلى. طيب حلو قوي. العار، العار، العار دي برضو حالة جات لي احنا بنشوف حالات غريبة اليومين دول. انا شفت جات لي واحدة ست بتعاني، حاطه ثلاث زرعات في الجنب الاسفل يمين، بتعاني من كميه صديد بتخرج من حواليهم مش طبيعيه، بتعاني من الام مش طبيعيه، تورمات مش طبيعيه. ايه الحكايه؟ القصه بتاعتها قالت انا اول ما ركبت الكلام ده حصل لي اللي بيحصل ده بعديها باسبوعين ثلاثه، جه الدكتور اداني انتي بايوتكس وحمل عليهم، بعد كده رجعت القصه دي، فك الكوبري اللي هو حمله عليهم واداها انتي بايوتكس تاني، فضل بالنظام ده، النظام الانتي بايوتكس اللي احنا طبعا عارفين ان هو بيدمر الكلى والكبد. طيب لما جينا اخذنا الاشعه المقطعيه بتاعتنا لقينا ايه؟ لقينا ان احنا عندنا العظم عامل كده اهو، والزرعايه داخله من بره لجوه طالعه من الناحيه الثانيه، وكل ده باس بكتيريا. طب انت دلوقتي عملت اشعه مقطعيه ودي حاجه حلوه جدا، والست قالت لي عمل لي اشعه مقطعيه، طب انت الدايركشنز بتاعتك، اتجاهاتك، هتحط الزراعيه دي فين بالظبط في العظم ده؟ فين؟ فين العلم بتاعك ان انت تحط الكلام ده؟ فدي طبعا ده عار، عار ان انت يبقى انت راجل دكتور زراعه تحط زرعايه بايظه بالشكل ده. لا يعني ده عار مخمور، يعني عار كانه شارب. ما هو احنا عملنا، احنا ما عملناش اشعه مقطعيه نقول ايه العار ان احنا ما عملناش اشعه مقطعيه، لكن ده احنا عملنا اشعه مقطعيه كل حاجه. يعني ده انا متهيأ لي ان هو يعني اخذ تخصص الزراعه بالسمع، يعني حد قال له انت بتعمل اشعه مقطعيه وتحط الزرعيه. هي ليه ما تجيش غير كده؟ هذا عار غريب، هذه مهزله، مهزله جباره. اذا سنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ لو كان عدد الاسنان المفقوده كبير، تجميل التركيبه هتكون هي الحل في هذه الحاله، او في حاله فقد اسنان كتير. ده ولا شك ولا يقين؟ لا، هو يعني لو احنا ما فيش حاجه تمنع من الامراض اللي هي امراض الدم اللي هي ان كنترول والكنترول دايابيتس، او عنده هشاشة عالية مثلا في العظم، لا يبقى الحل الأمثل هي الزراعة. طبعا لأن الزراعة هي اللي بتحافظ على العظم، بتحافظ على ثبات الأسنان اللي حواليها، بتحافظ على الرصة. بينما لو هو كان عنده مشكلة من المشاكل دي بنبدأ نتدخل بالتركيبات الثابتة، زي ما احنا شايفين في انهيار في الأسنان الموجودة فوق، ده ما حصلش فقد، لا ده هنا السنان اتكسرت، فبنبدأ نبنيها مرة تانية ونبدأ نحمل عليها التركيبة الثابتة تحت. طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط، بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا، واللي بينقل بعد كده للسيرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجودة تحت دي. البي ار بي دلوقتي تقنية رائعة جدا لضمان نجاح عمليات الزراعة. انا موافق جدا. البي ار بي من اهم مميزاتها الجروس فاكتورز اللي فيها، اللي هي عوامل النمو، عوامل النمو فيها وعوامل الهيلينج اللي هي شفاء فيها. ده بيساعدنا على ايه؟
بيساعدنا على تحفيز العظم ان هو يبني، بيساعدنا على تحفيز الانسجة ان هي تبني. زي ما احنا شايفين هنا هو في اللقطة اللي في الاشعة اللي فاتت، الزرعات بتاعتنا العظم حصل له نمو كامل ده في خلال 3 اسابيع، ودي نتائج مش موجودة، يعني ما كانتش موجودة قبل البي ار اف. حصل كومبليت هيلينج للعظم حوالين الزرعية. فطبعا ما اقدرش استغنى عن البي ار بي والبي ار اف، البلازما عامه بالمستخرجات بتاعتها ما اقدرش استغنى عنها. عندي بقى فوازير مهمه قوي. فوازير، استنى بقى الاقي لك فزورتين حلوين كده. عجبني اللعبه ده. لا لا لا، ده الفوازير حلوه قوي. الفزوره الاوليه ماده. ماده. الماده دي يعني مشهوره جدا ومعروفه جدا. ناس كتير يمكن ما اقول له ايه ماده كذا في الاسنان ما يقولش غيرها، يعني هي ماده واحده بس الناس عارفاها، كلاسيكيين وقديمه من زمان قوي. الماده دي ما اعرفش بقى دلوقتي انت تقول عليها ايه. انا قصدي على انهي ماده بقى؟ اول حاجه على التيتانيوم. ايوه التيتانيوم. ايوه بتلاقي ايه بقى التيتانيوم؟ التيتانيوم هو الجسم بتاع الزراعيه. هو الجسم بتاع اي بروسيسز عامه، ليه؟ اللي هو بيحفز العظم ان هو يبني عليه. هو ازاي اكتشفوا اساسا ان التيتانيوم ده هينجح في زراعه مثلا الركبه، مفصل، زراعه اسنان، الكلام ده كله؟ كانوا عايزين يشوفوا الدوره الدمويه بتاعت ارنب. فزرعوا كاميرا صغيره محطوطه في هاوزنج او محطوطه في غلاف معمول من التيتانيوم. لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا ان العظم بنى على الهاوزنج ده. فمن هنا بدات السكه دي كلها، البرانش ده كله اللي هي الاستعاضه مستخدمين التيتانيوم. هم لقوا ان العظم بيحب التيتانيوم. بالظبط كده. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال سهل جدا، لان احنا متكلمين عنه ماده دلوقتي بتحبوها جدا جدا، ليها فوائد استخداميه جباره، و زي ما بيقولوا من دقنه وفتله من الانسان. هي طبعا بي ار اف. طبعا. ايوه طبعا. ايوه سهله قوي. طبعا دي محبوبه الدكاتره، يعني اصل دي يعني سهلت كل حاجه. قصرت الوقت في كل حاجه، عملت النتائج المثاليه. انا باخد من جسم البني ادم حاجه بتاعت البني ادم بتساعد ان هو يحصل النمو التام، تساعد على نجاح الزراعيه. دي رفعت نسبه نجاح الزراعات بنسبه كبيره جدا. رفعت نسبه نجاح زراعه العظم بشكل كبير جدا. فطبعا البي ار اف دي من اساسيات طب الاسنان دلوقتي. اهلا بكم. الزراعه يا جماعه انا لو حطيتها كده على ترابيزه كانها كائن حي، زراعه الاسنان، هلاقي اكتر من مقوله، اكتر من شيطان حوالين الزراعه دي بيلعب في دماغ العيان نفسه. انسان لما يكون عنده سن مفقوده، لو هو مثلا صغير في السن، في دماغ بعض الناس يقول لك انا هزرع من دلوقتي، انا لسه صغير ما ازرعش بقى من دلوقتي، ده اللي بيزرعوا دول الناس الكبار. دي فكره. وقت نقول ده بس يعني ايه، استنى شويه لما سنتين يروحوا كده بزرع بقى الاثنين مع بعض كده يعني يونسوا بعض. دي فكره. واحد كبير في السن فقد كل اسنانه، هو انا ينفعني دلوقتي زراعه؟ انا كبرت وكبير وعظمي ومش عارف ايه، هينفعني دلوقتي زراعه؟ دي فكره. فكره ثالثه، انا هزرع، هقعد ازرع بقى 3 4 5 6 شهور رايح جاي عند الدكتور، وما بعملش اي حاجه بالليل غير ان انا بروح اقعد بال5 6 ساعات عشان اظبط بقى الزرعه ومش الزرعه والعظم، ويمكن تقع في الاخر واضيع نص سنه في زراعه سنتين ثلاثه. دي فكره، دي افكار بتحيط الزراعه، دي شياطين بتلعب. عارف الشيطان لما بيوسوس؟ تعرفين في الدراما بقى يجيبوا الشيطان وهو كانه ايه، بيوسوس في ودان الناس. النهارده هحط الشياطين دي كلها قدام ضيف العزيز، وهو بقى يرجمهم بالشكل المناسب. هم كلهم شياطين ولاد لذين. ضيف العزيز، القيمة العلمية المتميزة والحضور الرائع والاجتهاد والعمل الاجتهادي المنظم الجيد جدا اللي أنا بتابعه بنفسي وبسعد بيه جدا جدا وبحضوره النهاردة وبيلبي دعوتنا وبشكره على تعبه، الأستاذ دكتور كريم مكادي. أهلا بيك يا دكتور كريم. أهلا بيك يا دكتور أيمن. وحشني جدا جدا. والله حضرتك. إيه رأيك في اللي أنا قلته ده؟ فكرة الشياطين اللي بتحيط بالحاجة. ده كلام مظبوط 100%. الزراعة دي هي اساس تعويض اي سنه في الدنيا. طبعا الناس بتقعد تفكر كتير جدا، هل يعني بيجي لهم تساؤلات، هل الزرعه لما بتتحط بتبقى زي السنه الطبيعيه ولا لا؟ هل لو انا ما عنديش عظم هعرف ازرع اسنان ولا لا؟ هل انا ممكن اعوض الاسنان المفقوده دي بطقم متحرك
يكمل معايا بقيه حياتي ولا لا. طبعا الكلام ده كله احنا مش بنوافق عليه خالص. ليه؟ مجرد ما بنخلع السنه بيبدا الهارموني، بيبدا الثبات بتاعه الاسنان دي كلها يبوظ، لان كل سنه سنده اختها بان هم لازقين في بعض وقصاد بعض وموقفين بعض. فمجرد ما بنخلع ضرس من ضروس او سنه من الاسنان يبدا كل الثبات ده يروح، تبدا السنه اللي جنبها تحاول تملى الحته الفاضيه اللي قصادها، تبدا تنزل تملى الحته اللي فاضيه اللي قصادها، يبدا الدنيا كلها بتبوظ. فاحنا زي ما احنا قلنا قبل كده دي قنبله في الفم ان احنا نخلع سنه من غير ما نعوضها، وخصوصا لو حد نصحنا بان احنا نتجه ناحيه التركيبات المتحركه اللي هي بتدمر لنا الدنيا اكتر ما هي متدمره. لان هي لو هي تركيبه متحركه جزئيه بتبدا تمسك في الاسنان اللي حواليها بمشابك، المشابك دي واحنا بناكل على التركيبه نفسها بتبدا تعمل حركه في السنه الموجوده بتخليها تلخلخ، نفس حركه الخلع اللي احنا بنخلع بيها، فطبعا بتبوظ الدنيا. نفس التركيبه دي بتبوظ لنا العظم اللي موجود، تبدا تعمل تاكل في العظم اللي تحت التركيبه المتحركه دي. فطبعا لا غنى عن تعويض الاسنان المخلوعه عن الزراعه. لازم نحط زراعيه نعوض بيها الأسنان. طيب يبقى انت جاهز للرد على هذه الشياطين وطردها، وزي ما بيقولوا بقى كده زي الافلام الرعب كده هنعمل بقى زار علمي كده عشان العفاريت دي اللي لابسه دماغ بعض الناس ومضيعه عليهم فرص مهمه جدا في التعامل مع مشاكل سنانهم نطرد واشتتم اشتوت نطلع الشياطين يا باشا. بتكلم جد بقى، مع الدماغ اساسا برضو والله العظيم اللي انا بحكي لك ده لازق في دماغ بعض الناس فعلا. في ناس عندها احتياج للزراعه يقول لك انا كبرت على ان انا ازرع، وبيقعد بقيه حياته بالتركيبه المتحركه. يعني بيقعد بقيه حياته من غير ما يستطعم الاكل، لان التركيبه المتحركه دي بتغطي السنسرز بتاعت الاكل بتاعت الاستطعام. كل بقنا ده مليان سنسرز بندوق بيه الحلو والحادق والمزز والكلام ده كله بنغطيه بالتركيبه المتحركه، حرام عليهم. تعال نشوف ازاي نتعامل مع الافكار الغلط دي في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ زراعة الأسنان بتعتبر بديل لصناعي لجذور الأسنان الطبيعية، أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ ده أبيض، وهو البديل الأساسي لتعويض الأسنان وتعويض الجذور المخلوعة. زراعة الأسنان دي هي زي عمدان الكوبري اللي احنا بنبنيه في الحتة الفاضية دي. بس أهم حاجة قبل ما احنا بنحط العمدان دي لازم نطمن على البيز بتاعتنا، على التربة اللي احنا هنحط فيها العمود بتاعنا. فلازم نبقى متأكدين من ان العظم كويس يستحمل كويس، لازم نعمل فكرة توزيع الأحمال على المنطقة دي عشان نوصل لزراعة سليمة. فقدان الاسنان بيعمل مشاكل وظيفيه خطيره جدا في الفم وفي الاسنان اللي حواليها، طب ممكن في اللسان كمان. ابيض طبعا، ابيض جدا وموافقين على الكلام ده جدا. اول حاجه هو بدايه من النطق لحد الاستطعام في الاول. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان اللسان مع الاسنان هو اللي بيطلع لنا الحروف دي، مخارج الالفاظ. اوكي، فمجرد ما حاجه بتتخلع بيبدا مخارج الالفاظ تبوظ، بيبدا الثبات اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول ان هي كل سنه سنده اللي جنبها ما بتخليهاش تتحرك، كل سنه سنده اللي قصادها ما تخليهاش تتحرك، يبدا الثبات ده يبوظ. يبدا طريقه الاكل نفسها تبدا تتغير، فطريقه الاكل دي لما بتتغير بتبدا تحمل على ناحيه عن اكتر من الناحيه الثانيه، تبدا تبوظ لنا مفصل الفك. يبدا عمر البني ادم يكبر من 5 ل10 سنين. زي ما احنا عارفين مجرد ما بنخلع السنه العظم حواليها بيبدا يكش، زي ما احنا شايفين هنا اهو العظم كش عشان ما فيش الاسنان اللي بيحافظ على الكونتور بتاع العظم ده، هي الجذور بتاعه الاسنان اللي موجوده. فانا ما عنديش كونتور، ما عنديش اسنان، يبدا يكش، والعظم ده الشاسيه اللي بيشدود عليه العضلات والجلد بتاع الوش، فيبدا التجاعيد تبان، يبدا العجز يبدا بدري. فاحنا طبعا اي حد بيخلع سنه لازم يعوضها وباسرع وقت ممكن، لان تاكل العظم اللي هيحصل نتيجه خلع السنه ده هيبوظ السنان زي ما احنا قلنا، هيبوظ المفصل، هيبوظ كل حاجه. السؤال الجاي ده مهم جدا. طبيب الاسنان اللي زي ما بقول انا بلغتي انا المعلم الجدع يقدر، لازم في الاول يعرف ليه الاسنان اوريدي فقدت، لازم يبحث عن ده. ريموف ذا كوز. ابيض طبعا. ده ابيض، ده اساسا في الطب عامه احنا لازم دايما نبص على السبب.
عامة زي ما حضرتك عارف طبعا احنا بنشيل الكوز، هو ده اساس العلاج بتاعنا في الاسنان. فاحنا دلوقتي عندنا باد اورال هايجين، عندنا حالة الفم الراجل ده ما بيهتمش بيها، ما بيحافظش على الاسنان، ما بيغسلهاش، ما بيعملش الكشف الدوري عند الدكتور، مثلا تدخين بشراهة، مثلا شرب خمور بشراهة، الكلام ده كله هينتج عنه ان اي حاجة هعملها تبوظ، لان الزراعية تحولت لسنة. زي ما احنا شايفين الحالة دي بتاعت الحاج سيد، عندنا فوق الاسنان كلها متأكلة. ماشي، التأكل ده ليه؟ كان فيه اهمال شديد جدا في الاسنان، في نظافة الاسنان نفسها، وتلاها ان هو كان بيروح يعالجها في حتت مش يعني الدكتور مش اكسبرت في العلاج ده، مش خبير، ما عندوش فكرة التيم وورك. زي ما احنا عارفين ما فيش حد وان مان شو، ما حدش بيعمل كل حاجة، فهو كان بيروح عند الدكتور اللي بيعمل كل حاجة، فالنتيجة ان هو خسر كل حاجة. فاحنا طبعا بدأنا نشوف القصة دي، لقيناه ان هو بيدخن بشراهة، فبرضو الموضوع ده لازم نشوفه نتعامل معاه. شلنا بواقي الاسنان اللي موجودة، بدأنا نحط الزراعات بتاعتنا، بدأنا الاسنان اللي هي الموجودة دي نعالجها عشان خاطر تساعدنا في حمل الكباري اللي محطوطة. بدأنا نشوف كان عنده مشكلة في الجيب الانفي فوق، بدأنا نرفع له الجيب الانفي، ودي مشكلة بتواجه ناس كتير جدا لان هو بيسيب الضرس مخلوع فترة طويلة، فالعظم اللي تحت الجيب الانفي بيكش، فبيروح عند كذا دكتور يقول له لا انت الجيب الانفي عندك نازل، فما عندك عظم قليل مش هينفع ازرع لك. مع ان رفع الجيب الانفي دي عملية سهلة جدا، بتتعمل من نفس فتحة الزراعية، يا دوبك نفس الفتحة بنرفع منها جيب انفي، بنحط العظم بتاعنا، نحط الزراعة بتاعتنا، وبعدين بيوصل للنتيجة دي في 6 أسابيع. 6 أسابيع وقت صغير جدا ان هو يوصل للنتيجة دي. قبل الزراعة مش شرط يعني نعمل أشعة مقطعية عادي يعني؟ أشعة مقطعية ده اسود يعني؟ اسود جدا. بلاك بلاك. ايوه يعني بلاك بلاك. هو اسود ليه؟ الأشعة المقطعية دي يعني عبارة عن نور بينور الأوضة اللي احنا داخلينها، اللي احنا بنتمشى فيها وعايزين نقعد فيها ونجيب حاجة منها، هل ينفع نعمل كده واحنا طافين النور؟ لا. عشان المقطعية دي بتعمل ايه؟ عشان المقطعية بتقطع عظم الفك لترانشات صغيرة، نقدر نمسك كل ترانشاية لوحدها، نتفرج على طولها، عرضها، سمكها، كثافة العظم اللي موجود جوه، فنقدر نختار المكان الأمثل لوضع الزراعية. زي ما احنا شايفين هنا دي الأشعة المقطعية، في قطعات عندنا، احنا هنا بنشوف الزاوية اللي هنحط فيها الزراعية، الزاوية المثلى، عشان خاطر يبقى حواليها عظم كفاية عشان تستحمل الأحمال اللي حواليها. دي فكرة توزيع الأحمال. في ناس كتير تقول لك أنا حطيت زراعية وبعد كده فشلت، ممكن يكون من الاسباب بتاعت الفشل الزراعيه دي ان الحمل ما كانش متوزع مظبوط، كميه العظم اللي حوالين الزراعيه مش سبورتيف اناف، او مش ما بتقدرش تخلي الزراعيه تستحمل الحمل اللي فوقيها، فالدنيا بتبوظ بعد كده. تعال نروح بقى للاسئله الصعبه شويه، الحته الصعبه شويه، البي ار اف، وانا عايزين نفهم البي ار اف بالتفصيل، واحد من احدث التقنيات الان في عالم الزراعه وفي عالم التعامل مع مشاكل اللس. ابيض ابيض جدا طبعا. ايه هو البي ار اف؟ فكره ده البي ار اف بليتلت ريتش فايبرين، هي فكره يعني الصفائح الدمويه الغنيه بالالياف. بالظبط كده اهو. فكره اساسا استخدام البلازما والبي ار اف والبي ار اي دي التكنولوجي، او مش التكنيكس الحديثه، خلينا نقولها تكنيكس مش تكنولوجي، ان احنا بناخد حاجه من جسم البني ادم اللي هو الدم، بنفصل منه البلازما اللي بنطلع بقى منه البي ار اف والبي ار بي والكلام ده كله. زمان كنا بنستخدم ميمبرينز صناعيه او غشاء صناعي، ده اللي كنا بنغلف فيه العظم في حاله زراعه العظم، وده اللي كنا بنحطه تحت اللثة في حاله ان احنا بنعالج اللثة جراحيا. اوكي، الكلام ده دلوقتي بقى بيستخرج من البلازما اللي هي غنيه بعناصر النمو والشفاء الموجوده في دم المريض نفسه او اللي هو عنده المشكله نفسه، فبقت تدينا نتائج سريعه ونتائج هائله جدا في وقت صغير جدا، فبقت تخلي العظم بتاعنا يمسك نفسه او يحصل له عمليه النمو والشفاء بتاعته في وقت اقصر بكتير، قللت فرصه الرفض، فكره الرفض نفسها، لان دي حاجه من جسم البني ادم بنديها للبني ادم، فدتنا نتائج عاليه جدا. فطبعا دي التكنولوجي الحديثه اللي احنا بنستخدمها في زراعه العظم وزراعه اللثه والكلام ده كله. الزراعه الفوريه دلوقتي اصبحت تقنيه موجوده،
خلينا نتفق يا دكتور ايمن، ابيض طبعا. التكنولوجيا في صناعه الزراعات نفسها والتكنيكس نفسها الجديده اللي هي زي البي ار اف والبي ار بي والكلام كله، خلت فكره الفوريه موجوده. يعني احنا عندنا دلوقتي زراعيه اللي هي التيتانيوم كده كده بيحفز العظم لوحده، بقت معالجه السطح بتاعها بجاما ريز بيزود تحفيز العظم. بدأوا يعملوا تضاريس صغيره تخلي العظم يعشق جوه الزرعه نفسها. كل الكلام ده خلى فتره اللي احنا كنا بنستنى فيها عشان خاطر العظم يمسك او يلتئم مع الزراعيه قل جدا. قلت لنا فكره الليسته بتاعت الامراض اللي هي ما كناش بنزرع معاها، زي ما احنا شايفين هنا دي من الحالات الجميله جدا اللي انا يعني بعتز بيها بنتائجها طبعا. عندنا فوق ده كان المريض ده كان راح عمل تركيبه العلويه دي اللي احنا شايفينها على علاج جذور مش مظبوط وتركيبه مش مظبوطه، ادت الى ايه؟ تكون بكتيريا بكميات عالية جدا. بكتيريا دي اكلت في اللثة حوالين الاسنان اللي موجودة عند التركيبة، اكلت في العظم اللي حوالين الاسنان في التركيبة اللي موجودة دي، بقت النتيجة ان التركيبة دي بتروح وتيجي، يعني المريض بيلعب بيها بلسانه. اوكي طبعا هو لف وشاف كذا دكتور قالوا له انت عندكش عظم عشان نزرع فيه، احنا مش هنعرف نعمل لك غير التركيبة المتحركة. المهم احنا قدرنا نشله الاسنان اللي فوق ونحط له زرعات وعظم. العظم ده حطينا عليه البلازما والبي ار بي بتاعتنا عشان خاطر نساعد على النمو السريع للعظم ده. والنتيجه اللي تحت زي ما احنا شايفين هنا السبع زرعات حواليهم عظم، النتيجه دي في خلال شهرين ونص بس. زمان كنا بنستنى ست شهور ونشوف الدنيا وصلت لايه، النتيجه دي في وقت صغير جدا قدرنا نوصل للنتيجه دي، وبعد ثلاث شهور ونص هو حمل عليها. خلينا نروح للجزء الثاني المهم جدا، الجزء المليء بطبعا متهمين كتار هنلاقيهم اكيد، تعالوا نشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ في ناس بطبيعتها متشائمه. طبيعتها كده، يعني اللي هو يلا نطلع مثلا رايحين نجيب مش هنلاقي. والله هروح الناس دي حراميه اكيد هتبوظ مش عارف هنيجي نجيب هيطلع يا عم وحش زي البيت هيولع اي حاجه. المهم انت عدل بقى في السياسه، يعني ايه المشروع الفلاني يا عم ده راح تعدون ده في الطب بينقل نفس التشاؤم بتاعه، يقول لك انا هروح اعمل زراعه هتطلع بس. بس وجزء من نجاح اي عمليه طبيه زي ما حضرتك عارف السايكولوجي بتاعت المريض، نفسيه المريض. ما نفسيه المريض دي مهمه جدا، دي يعني بتخلي حد يقف قدام كانسر وحد تاني يكون عنده مرض اقل منه بكتير يقلب. بالظبط، فهي فكره التشاؤم مع الطب الاثنين عكس بعض، تخليه يتحول من مرض عادي لمرض خطير. بالزبط. يقلب لمرض خطير يعني. بالظبط. خلينا نروح لسؤال مهم جدا، من يرفض الزراعه ويفضل عنها التركيبات لاعتقاده ان تركيبتها تستمر فتره اطول افضل عموما؟ يعني من يرفض الزراعه كمريض ولا كطبيب؟ لا هو مريض. مريض ده احنا محتاجين نفهمه. نفهمه ايه؟ ان احنا لو ما زرعناش العظم ده هيتآكل. في نقطة مهمة جدا، الناس بتفتكر ان العظم بيتآكل طوليا على مكان اللي احنا خلعنا منه السنة، لا هو بيبدأ يتآكل بشكل زي قوس، بيبدأ يتآكل من نصه اكتر، بس بيتآكل من الجناب برضه عند الاسنان اللي حواليه، فيبدأ يكشف جذور السنة. جذور السنة دي بتبقى حساسة جدا، بتبدأ يعمل تهيج لأعصاب السنة نفسها، يبدأ يبوظ السنان اللي حواليها، يبدأ يخسر السنان اللي حواليها. تمام كده اهو. فاحنا الحل الامثل هو زراعة. طيب احنا دلوقتي لو دخلنا في التركيبات مش هنبدا نحضر في الاسنان بتاعت ربنا؟ يبقى احنا كمان بدانا نعمل ناكل في السنه الطبيعيه بتاعت ربنا اللي هي مش هتتعوض، يبقى الحل الامثل هو زراعه الاسنان. الحل الامثل طبعا. طب تعالى زي ما احنا هنا شايفين دي حاله مهمه، دي حاله من الحالات الجميله جدا في الزراعه دي، برده كان فيها مشكله في ان سمك العظم نفسه قليل، فاضطرينا ان احنا يعني نزرع عظام الاول وبعد كده نحط فيها الزرعات ووصلنا للنتيجه النهائيه فوق ما شاء الله. طب تعالى نشوف بقى، في افكار كتيره وهميه في حوالين الزراعه، وانا هتقمص لك يعني دور الراجل صاحب الافكار الفله، ويعني همثلها كويس ان شاء الله ان شاء الله، املا في دور في رمضان الجاي ان شاء الله. تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟
واحد يجي لك بفكره كده ترفع جيب انف يا باشا، سيب الجيب الانف بس براحه في حاله، سيبه في حاله. ايه اللي دخل الجيب الانف؟ انا هزرع سنه. ايه اللي جيب الانف ومناخيري؟ انف ايه بس؟ احنا جايين واهمل شك ولا في يعني، هو على حسب الحاله طبعا. شك لو هو عنده الجيب الانف العظم تحتي قليل، لا انا لازم ارفع له الجيب الانف. والعمليه بقت سهله لان احنا بقينا بقى عندنا الكلوزد ساينس ليفتنج والاوبن ساينس ليفتنج. دلوقتي بقت الكلوزد بتسهل لنا الدنيا، احنا من فتحه الزراعيه بنبدا نضخ سلاين او حاجه بنرفع بيه الجيب الانفي، بنبدا ندخل العظم بتاعنا وبنحط فيه الزراعيه، كل ده في وقت صغير جدا 10 دقائق ربع ساعه بتبقى الدنيا خلصانه، ما بقاش فيه جراحه زي زمان. زمان كنا بنفتح من بره وبنبدا نشيل عظم، بنعمل ويندو كده نشيل عظم ونرفع بعد كده الجيب الانفي ونحط عظم تحتيه وبعد كده نحط الزراعيه. القصه الهاسل الكبيره دي صغرت في اللي احنا بنتكلم فيه ده، بقت الدنيا ابسط. رغم ان احنا برضو في حالات بنضطر ان احنا نعمل فيها الاوبن بس بقت قليله، فبقى الموضوع اسهل للمريض واسهل للطبيب وبقت الدنيا بتمشي بسهوله جامده جدا. اولا انا متشكر جدا على انك بتدينا من وقتك وبترهق نفسك وبتجلنا، دي رقم واحد. ثانيا احييك على عملك الجاد جدا المنضبط جدا اللي فيه عمل جماعي متميز للغايه، وفي كمان انغماس في عالم الاسنان. انت يعني انت بورن تو بي ا دنتست، انت ولدت لكي تكون طبيب. انا والدي حطها بقي، ايوه حطها بقي من وانا صغير يعني. وفكره التيم دي اهم حاجه في الدنيا، لان ما فيش حاجه اسمها وان مان شو، محدش بيعمل كل حاجه. لا وانت بارع في الحكايه دي، نورتني واسعدتني وانا مبسوط جدا بوجودك معانا في اسره الناس الحلوه. والدكتور طبعا القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال استاذ دكتور كريم مكاني، كان في الناس الحلوه. خليكم معانا.